السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم يا شباب. بإذن الله تعالى في الفيديو ده هنغطي مواضيع المحاضرة رقم 6 في كورس السي سي ان بي راوتينج اند سويتشنج. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالوا نشوف هناخد ايه النهاردة بإذن الله تعالى. مبدئيا هنحل لاب 17، تشالنجينج لاب 17 و18. هناخد اوفر فيو على البي جي بي، هنشرح الكونسبتس الرئيسيه والمهام الرئيسيه للبي جي بي، الجوانب بتاعته في اطار السي سي ان بي راوت، وكذلك هناخد باذن الله تعالى التشالنجينج تيست الخاص بالبي جي بي. طيب مبدئيا هو لاب 17 ده بيتكلم عن ايه؟ لاب 17 ده بيتكلم عن البي بي ار. البي بي ار ايه هو؟ البي بي ار هو البوليسي، اختصار لكلمه بوليسي بيست راوتينج. البوليسي بيست راوتينج ككونسبت هو مش كبير، يعني الفكره، يعني الفكره ببساطه كده. تعالوا مثلا ايه، نفتح كده الوايت شيت ونتكلم كده عن البوليسي بيست راوتينج كده بصيغه مفصله شويه. يظهر عندك مواقف ان انت بيكون عندك الراوتر في النتورك بتاعتك رايح على 2 اي اس بيز، اوكي؟ يعني مثلا ده اي اس بي 1 وده اي اس بي 2. طيب ده كلام جميل. عندك الراوتر بقى من الناحيه الثانيه من لوكال لان، مثلا واصل على بي سي، اقول ده ان اسمه بي سي 1 وده بي سي 2. هفترض ان العنوان الشبكة الداخلية مثلا 10.0.0.0/24. الراوتر مثلا عندك واخد 0.1، الجهاز ده واخد 0.20، والبي سي بي سي 2 واخد مثلا 0.21. طيب الفكرة هنا ان مثلا يعني انا هفترض ان الوان كونكشن، ان بفرض مثلا ان انت اشتريت بابليك اي بي مثلا يعني 197.4.3.0/30، فمثلا اي اس بي من عنده واخد 0.1، الراوتر اللي هو الاي اس بي هنا واخد 0.1، وانت مثلا كراوتر واخد 0.2. هفترض برضو ان انت عندك بلوك تاني اللي هو 197.4.3.0/30، هنا 0.4 بقى، دوت 4 دوت 3 دوت 0.4 سلاش 30. مثلا الاي اس بي واخد هنا برضو الراوتر اللي عند الاي اس بي اللي هو بيمثل الديفولت جيت واي بالنسبه لهذا الراوتر، اللي هو مثلا هقول اللي هو راوتر 1 مثلا، هنا واخد 0.5 والراوتر بتاعك واخد 0.6. طيب الفكره كالاتي، البي بي ار بيتكلم عن موقف كده، يعني احنا هنستعرض مشكلة نشوف احنا هنحلها ازاي بواسطة البوليسي بيست راوتينج. مثلا جهاز واحد ده موظف كل شوية اول ما يجي كده الصبح للشركة يقوم فاتح الجهاز بتاعه مثلا، يعني برضو يعني نسيب برضو نكمل برضو نفترض مثلا ان اللينك ده 16 ميجا بت، تمام؟ سرعته مثلا 16 ميجا بت بير سكند. اللينك ده مثلا سرعته 4 ميجا بت بير سكند. طيب فالراجل ده كل شويه عمال يشغل الجهاز بتاعه ويخش على الفيسبوك، يتفرج على الفيديوهات على اليوتيوب، يعني بيعمل لود على الترافيك بتاعت النتورك. بفرض مثلا هو ماشي من الخط ده، او بفرض ان الراوتر عامل لود بالانس، عامل انت كنتورك انجينير عامل لود بالانس ما بين الايه الجهازين الخطين، فالراجل ده بيستعمل ترافيك عاليه وفي غير فايده، في حين ان هذا الموظف اللي هو صاحب جهاز رقم 2 بيخش مثلا على بيعمل ويبكس ميتنج، بيخش مثلا مواقع فاينانشال ايشوز، يعمل اونلاين، يخش على مواقع البانكينج مثلا، ده محاسب بيعمل بقى، بيخش على مواقع مهمه الترافيك برضو بتاعتها تقيله برضو، يعني الاثنين بيستعملوا هاي ترافيك عاليه جدا، تمام؟ بس مين الاهم بالنسبه لك انت كنتورك انجينير بالنسبه للبزنس بتاعت الكومباني اللي فيها الجهازين دول؟ اللي بالنسبه لي ده، طيب ده كلام جميل جدا. بفرض ان الخط ده مثلا ليزد لاين والخط اللي تحت ده اي دي اس ال،
طبعا الليز لاين ستيبل اكتر، الباندوتس مستقره ما بتقلش. الاي دي اس ال اوكي، الاي دي اس ال ارخص من الليز انك تعمل ليز لاين، بس الاي دي اس ال مش جارانتيد، مش مضمون. تمام، الفكره ان بواسطه البوليسي بيز راوتنج ممكن تروح وتخلي الراوتر شويه تعليمات كده، تديها للراوتر كومنتس كده بخصوص البوليسي بيز راوتنج، تديها للراوتر تقول له راوتر اي باكيت تجي لك من سورس اي بي مثلا 10.0.0.20 اوكي، فرودها على اللينك اللي هو الاي دي اس ال. طيب راوتر 1 اي باكيت تجي لك من 10.0.0.21 فرودها على الليست لاين. ها نقول تاني، نقول للراوتر يا راوتر اي باكيت تجي لك من سورس اي بي 10.0.0.20 فرودها على اللينك الـ ADSL. طيب اي باكت تجي لك من 10.0.0.21 فرودها على اللينك الليست. لا ده انت كمان انت ممكن تفرق، تخلي الاي بي هات يعني ايه، انت ممكن تعمل بي بي ار على كذا مستوى. يعني ايه على كذا مستوى؟ يعني الراوتر مثلا هيختار بناء على الاي بي، انت هنا خليته يختار بناء على الاي بي، يختار المسار لكل جهاز بناء على الاي بي، صح ولا لا؟ يبقى ده اول حاجه بناء على الاي بي. طب تاني حاجه ممكن تخليها بناء على البورت، يعني مثلا ممكن اخلي جهاز 10.0.0.21 مثلا لو هيخش HTTP HTTPS اوكي، خش عن طريق الاي دي اس ال، الاي دي اس ال خش عن طريق الاي دي اس ال. طيب ممكن تخلي مثلا الباكتس اللي رايحه على من هذا الجهاز على بورت مثلا، او رايحه مثلا بروتوكول فايب، تمام، مثلا بروتوكول السب، تخلي الراوتر يفروده على اللينك الليست. طبعا فويس اوفر اي بي، انا محتاج لينك ستيبل، محتاج سرعه اعلى مستقره، مفيش ديلي عشان ما يحصلش ديلي للفويس او يحصل جيتر، يعني تلاقي سرعه الصوت مش منضبطه. يعني ازيك يا باشمهندس احمد عامل ايه؟ كويس الحمد لله. بصوا يعني السرعه بتاعه الصوت مش منضبطه، ده الجيتر الديلي، تاخير في وصول السورس الباكيت الفويس من نقطه كسورس الى النقطه الثانيه كديستنيشن. تمام، فانت ممكن تعمل بي بي ار على مستوى الاي بي، ممكن تعمله على مستوى البورت، تمام، ممكن تعمله على مستوى اي بي سواء سورس او ديستنيشن. يعني ايه سورس او ديستنيشن؟ ممكن تقول للراوتر في حاله جهاز 10.0.20 عايز يروح للاي بي الفلاني وديه على لينك الاي دي اس ال، في حاله مثلا اي بي مثلا عايز يروح مثلا على اي بي يعمل دي ان اس اوكي ال بي 48 توديه على اللينك الاي دي اس ال، في حاله ان هو عايز يروح ل 4.2.2.2 وديه على الليست لاين. تمام، فانا هنا وريتك ازاي نعمله من المثال ده على ديستنيشن، يعني ممكن اعمل فلتره على ديستنيشن او ممكن اعمل فلتره على سورس. يعني اقول للراوتر راوتر اي باكيت يجي لك من سورس اي بي اكس وديه الى الاي دي اس ال، اي باكيت يجي لك من سورس اي بي اكس داش وديه الى لينك الليست، وهكذا. ده على مستوى سورس، وريتك المثال ده على مستوى ديستنيشن. ممكن تعمل الاثنين مع بعض، يعني ممكن تقول روح للراوتر تقول له ايه راوتر اللي يجي من الباكيت اللي تجي لك من سورس الفلاني للديستنيشن الفلاني، تمام، وديه على لينك الليست، وهكذا. طيب البورت برضه على مستوى سورس على مستوى ديستنيشن، انا لسه موريك ان في حاله هذا الجهاز طلع من سورس بورت انا اسف يعني رايح للديستنيشن بورت مثلا HTTP يعني 80، تقول له وديه على الاي دي سيل. طيب في حاله انا عايز يروح للديستنيشن بورت 443 وديه على الليست، ممكن تعمل على برضو تعمل على السورس. يعني ممكن تقول له لو جات لك باكت من سورس بورت كذا وديه على مثلا سورس بورت 10045 وديه على الليست 10050 وديه على الاي دي اس ال، وممكن تعمل مزج او تويكينج ما بين الاثنين. يعني تقول له الراوتر بص اللي هيروح من الباكت اللي هتروح من سورس بورت كذا الى ديستنيشن بورت كذا وديه على الليست، اللي هتروح من سورس بورت كذا ديستنيشن بورت كذا وديه على الاي دي اس ال. ده موضوع البي بي ار، ممكن تعمل تويكينج للقاعدتين دول مع بعض. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اقول للراوتر الباكت اللي رايحه يا راوتر من السورس اي بي كذا من السورس بورت كذا ورايحه للديستنيشن اي بي كذا للديستنيشن بورت كذا تروح على خط الليست، وتعمل نفس الفلتره برضو ان مثلا ممكن تخليها تروح لخط الاي دي اس ال، وهكذا. طيب ده كلام جميل جدا. ده الجانب بتاع البي بي ار، مش قصه مش اعتقد ان هو من المواضيع اللذيذه في السي سي ام بي. ككونفيجريشن انا بعملها ازاي؟ ككونفيجريشن انا بعملها ازاي؟ انا بعملها على ثلاث مستويات.
تمام. يعني تعالوا نفتح اللاب، مش هفتحه يعني، هفتح بس السلايد بتاعه. اها اها تمام. ده الراوتر، راوتر 5 عندك هوست 1 192.168.1.20، عندك هوست 2 192.168.1.21، راوتر 1 يروح على الانترنت عن طريق مثلا راوتر 1 او عن طريق راوتر 5، يروح على الانترنت عن طريق راوتر 1 او 2 او 3. طيب انت ممكن بفرض مثلا انا عايز اخلي 192.168.1.20 هوست 1 يروح عن طريق راوتر 1، يعني راوتر 5 ما يجي يطلع عن طريق راوتر 1. اعمل الخطوة دي على ثلاث مراحل. اول حاجة مرحلة انك تكرييت اكسس ليست، مرحلة انك تكرييت اكسس ليست. هروح لراوتر 5 اقول له راوتر 5 اكسس ليست، هعمل مثلا بيرميت ل 192.168.1.20/24. طيب ده كلام جميل. تاني مرحلة، مرحلة انا طبعا ده مش الكومنز، انا بس بفهمك الايه الكونسبت ورا الكومند. بعدين تكريت راوت ماب. طيب قلنا ايه الراوت ماب؟ عبارة عن اف وعبارة عن then. طيب ده كلام جميل، راوت ماب اها راوت ماب اوكي. طيب راوت ماب يعني هعمل ايه دلوقتي؟ هماتش اف then، هماتش في حالة يا راوتر جات لك باكت عملت ماتشنج مع الاكسس ليست اللي انا لسه مكريتها، اللي هي مثلا اكسس ليست 10 مثلا، تمام؟ في حالة عملت ماتش مع الاكسس ليست 10 ست يا راوتر، يعني في حالة ان انت جات لك باكت متوافقة مع هذه الاكسس ليست ست يا راوتر. ست يعني ايه؟ يعني دلوقتي then يعني اعمل الاوبريشن، الاوبريشن ست next hop. نيكست هاب يعني ودي الباكت ده على نيكست هاب، اطلع من 10.0 او اطلع على 10.0.2. بالتالي بصوا يا جماعه، عملت اكسس ليست ماتشنج ميكانيزم، تمام، حددت بيه الاي بي وبعدين ربطته في الراوت ماب بالماتش، ماتش اكسس ليست 10 وست نيكست هاب 10.0.2. طيب ده كلام جميل جدا. يعني خليت راوتر في حاله ان انت عملت ماتش قفشت ذا الاي بي، تمام كده، مسكته كده من قفاه، بعدين ودي هذه الباكت اللي جاي من سورس ديستنيشن التي تتوافق السورس اي بي التي تتوافق مع هذه الاكسس ليست، وديها على 10.0.2. يعني هتطلع سيت نيكست هاب. يعني يا راوتر خلي الاستاتيك راوت بتاعك يكون على 10.0.0.2، ده معناها. طب دي اول مرحله. تاني مرحله ايه؟ ثالث مرحله. انا قلت بتتم ثلاث مراحل، ثالث مرحله ان انت تفعل الخاصيه دي على تعملها enable بقى تحت الفاست ايثرنت 1/1، اللي انا اخش على انترفيس فاست ايثرنت 1/1 واعمل اي بي بوليسي، تمام كده، واربط اعمل الاي بي بوليسي، تمام كده، اربطها على الراوت ماب. الراوت ماب مثلا انا سميتها سيسكو، تمام، اي بي بوليسي بيز سيسكو، يعني طبق البي بي ار على الراوت ماب سيسكو، تمام، او طبق الراوت ماب في الـ IP Policy Based Routing، تمام. يبقى انا دلوقتي الاول عملت Access List، ربطت الراوت، ربطت الاكسس ليست بالراوت ماب، او ربطت الراوت ماب بالاكسس ليست، وبعدين انترفيس بس ايثرنت 1/1 دخلت على هذه الانترفيس الداخليه، تمام، طبقت عليها هذا الراوت ماب بامر طبعا الاوامر دي يا جماعه، دي مش الاوامر، دي الايه، انا بشرح لك الكونسبت. هنشوف بقى دلوقتي على اللاب ايه اللي احنا مطالبين بيه. طيب ده كلام جميل جدا، ده ادي اللاب عندي اهو، تمام. ورينا بقى انت طالب مننا ايه. اول حاجه set PPR configuration so HTTPS HTTP host 1 packets can go through router 1. طيب بيقول لك في الرسمه هنا اي HTTPS جايه من هذا الهوست 1 يروح على router 1، تخلي router 5 يودي الباكت على router 1. طيب ده كلام جميل. ايه تاني؟ يقول لك set PPR configuration so FTP host 2 packets can go through R2. يعني في حالة ان host 2 عايز يطلع على destination port 21 اللي هو بتاع ال FTP، يا router 5 طلع على R2. طيب المطلوب التالت بيقول لك في حالة بقى اي جهاز طلع على اي destination port سواء host 1 او host 2 غير المحدد بالمطلوب الاولاني والتاني، يعني في حاله هوست 1 مثلا طلع على اي حاجه غير اتش بي اتش بي اس، او جهاز 2 هوست 2 طلع على اي حاجه غير ال 21 الديستنيشن بورت 21 اف تي بي، طلعه يا راوتر عن طريق راوتر 3. طيب ده كلام جميل جدا. طيب تعالوا بقى نشوف
ايه الكونفيجريشن هتتعمل ازاي. طيب نعمل ده اللاب بتاعنا الاول كده، بس نعمل ايه زوم عفوا، نعمل بقى ايه، ادي التوبولوجي بتاعتنا. هعمل اب راوترز، ادي انا فتحت راوتر 5، راوتر 5 اللي هو الراوتر ده، راوتر 5 تمام. كونف تي لو جيت عملت دو شو اي بي راوت هلاقي مفيش اي ديفولت ستاتيك راوت انا مدخله. ما هو القصه دي معموله ازاي؟ بصوا يا شباب، اللاب ده انا مخلي راوتر 1 اهو، لو جيت عملت بينج على 4 تمانيات من راوتر 1 تمام، بيطلع اهو على مثلا 4 تمانيات بيطلع الانترنت. انا رابط راوتر 1 وراوتر 2 وراوتر 3 بكارت اللوب باك، وطبعا انا شرحت الموضوع ده في المحاضره الاولى. طبعا انا ده الجانب النظري، بس هيبقى فيه لاب باذن الله تعالى هوريكم ازاي نوصل اي راوتر بكارت لوب باك. المهم راوتر 5، اذا لو انا عملت راوتر 5 ديفولت ستاتيك راوت، راوتر 5 اي باكت تجي لك على ديستنيشن اي بي انت مش عارفه يا راوتر 1، يا راوتر 5 وديه على راوتر 1، او اما وديه على راوتر 2، او اما وديه على راوتر 3. اوكي، فبكده راوتر 1 يقدر يطلع بسهوله الى الانترنت. طيب ده كلام جميل جدا، فخلي بالكم هنا الملاحظ، انا مش هدخل ديفولت ستاتيك راوت على ار 5 تمام كده. هتقول لي يا باشمهندس يعني ايه؟ يعني انا بمنتهى البساطه مش هروح اقول لار 5 اي باكت تجي لك على ديستنيشن بي انت مش عارفه وديه مثلا على راوتر 1. هتقول لي طب ما هو كده ار 5 كده مش هيعرف يطلع الانترنت. لا، هيعرف يطلع عن طريق البوليسي بيز راوتنج اللي احنا هنعمله. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، نطبق المطلوب الاولاني. المطلوب الاولاني قال لك ان انا يقول لك set PPR configuration so HTTP HTTP HTTPS HTTP host 1 packets can go through R1. طيب ده كلام جميل، اروح على R5 واعمل مثلا هعمل standard named access list، يعني هعمل IP access list مثلا host-1 اوكي هعمل ستاندرد نو ستاندرد تمام، وهعمل بيرميت 192.168. لا ثواني، ده انا هنا مش هعرف اعمل ايه، مش هعمل ستاندرد لان انا محدد لي بورتس. بورتس يعني انا هشتغل على الاكستندد اكسس ليست، فهعمل اي بي اكسس ليست اكستندد هوست داش 1. طيب بعدين هعمل بيرميت انا دلوقتي عايز اعمل اكسس ليست بحيث اني اماتش الباكتس اللي رايحه من ال 192.168.1.20 على رايحه الى ديستنيشن بورت اي اي بي، بس على ديستنيشن بورت ايه 80 او 443. فهعمل بيرميت 80 443 ده تي سي بي، من بيرميت اللي جايه من هوست 192.168.1.20 الى اني، اللي رايحه الى اني، الى ديستنيشن بورت، ديستنيشن بورت اللي هي ايكوال ديستنيشن بورت 80 واكرر 443. ده كلام جميل. بعدين هعمل ايه؟ كده خلصت بتاعت هوست داش 1. دلوقتي هعمل اي بي اكس ليست اكستندد على، طبعا مش ستاندرد بقى، على هوست داش 2، وهعمل بيرميت من 21 هوست 2 ده واخد اي بي 192.168.1.21 اللي رايحه الى الاف تي بي. ممكن طبعا هنا تكتب اللي رايحه الى الاف تي بي تمام، ولو جيت عملت دو شو اي بي اكسس ليست او اكسس تمام، هيقول لك فعلا انا دلوقتي جيت عملت اكستند اي بي اكسس ليست هوست داش 2 اها تمام. واللي عملت على الاف تي بي عملت بقى ايه، عملت ماتشنج مره للباكتس اللي جايه من 1.20 ورايحه على بورت 80، وعملت ماتشنج من 1.20 ورايحه 443، وكذلك اللي جاي من 1.21 اللي رايحه على الاف تي بي اللي هو 21. حتى الاف تي بي اهو لو جيت عملت كليك شيفت علامه استفهام، ده الاف تي بي هنا
الاف تي بي اوكي اها فايل ترانسفير بروتوكول اهو على بورت 21. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب كده عملنا المرحله او الجزئيه الاولى. تاني جزئيه اللي هي ان احنا نعمل الراوت ماب، نعمل راوت ماب ونسميه، نديله اسم، هنسميه مثلا سيسكو او اسميه بي بي ار، اسميه بي بي ار واديله سيكونس نمبر. تمام كده 10 اوكي سيكونس نمبر. طبعا انا لو كريت راوت ماب، انا خلي بالكو انا هكريت الراوت ماب اوكي. كل راوت ماب بيكون ليها ايه يعني، الراوت ماب دي عباره عن برضو زي الاكسس ليست سطور، بس كل السطر عباره عن ماتش وست، كل سطر عباره عن ايه ماتش وست. طيب انا هعمل اول سطر على 10 باي ديفولت اساسا هياخد 10 تمام او ممكن اوكي هعمله هنا على 10 وبعدين هعمل ماتش اي بي ادرس، اي بي ادرس على اكسس ليست. شفت كده انت فاهم اجيب ايه اكسس ليست، ايه الاكسس ليست نيم بتاعتك، انا سميتها هوست داش 1 واعمل set IP next hub على 10.0.0.2 وانتر. طيب ده كلام جميل. وبعدين هعمل برضو الراوت ماب بي بي ار بس على sequence number line 20 وهعمل match على host dash 2 وهعمل set set على 10.0.0 تقريبا 6 اللي هو R2 6 حسب ما هو كان طالب مني. طيب ده كلام جميل. انا كده لو جيت عملت دو شو راوت ماب، خلي بالكو بصوا راوت ماب بي بي ار بيرميت سيكونس 10 ماتش اي بي ادرس اكسس ليست هوست داش 1 اها الست الماتش. الراوت ماب بيقولنا عباره عن اف وذن، اف ان انت قابلت باكيت طالعه من سور طالعه من سورس اي بي 192.168.1.20 رايح على ديستنيشن بورت 80.443 حسب ما هي مطبقه في الاكسس ليست اللي اسمها هوست داش 1، طبق القاعده ذن وديها النكست هاب او الستاتيك ديفولت راوتر بالنسبه لك يا ار 5 او الديفولت جيت واي بالنسبه لك يا ار 5 و10.0.2. طيب راوت ماب بي بي ار بيرميت سيكونس نمبر 20 اوكي هوست داش 2 برضو طبق الاكسس ليست في حاله ان انت عملت ماتشنج قفشت كده باكت طبقت لقيتها مطابقه لمواصفات الاكسس ليست اللي هي هوست داش 2 ها وديها على 10.0.6 الديفولت جيت واي بتاعك يا راوتر 5 10.0.6. بس في مشكله هنا، في مشكله خلي بالكو انا بس عايز اوريكم الراوت ماب ده بيشتغل ازاي. لو هوست 1 رايح على ديستنيشن او هوست 2 رايح على ديستنيشن بورت 21 هيطبق عليه الراوت ماب. هيعمل ايه الراوتر؟ الراوتر بيروح الاول على اول راوت ماب، يعني اول راوت ماب السيكونس نمبر بتاعها اللي هي اقل حاجه اللي هي ال 10 في الحاله بتاعتنا. هيشوف هل الباكت اللي جاي من هوست 2 رايح على ديستنيشن بورت 21 هتطبق، بتطابق الاكسس ليست الموجوده هنا في الماتشنج، بتطابق الماتشنج بتاع الراوت ماب. المفترض تقول لي لا، الراوتر هنا هيعمل ايه؟ هينزل على السطر اللي تحت، السطر اللي بعده هيعمل ايه؟ هوست هنا هيطابق، فاذا هيطبق الست. طيب في حاله ان مثلا هوست 1 جه دخل على مثلا اس اس اتش راوتر، اس اس اتش راوتر على بورت على البروتوكول، يعني فتح صفحه كوماند لاين على الراوتر ببروتوكول اس اس اتش تمام. الراوتر هيعمل ايه؟ مثلا جت من 192.168.21 الراوتر هيعمل ايه؟ هيقول انا عندي السيكونس نمبر 10 الراوت ماب اللي هو السيكونس نمبر بتاع نمبر 10 مش هيتطبق، وكذلك 20 مش هيتطبق. طيب ده كلام جميل. الراوتر هنا وقتها هيعمل ايه؟ الراوتر هنا وقتها هيعمل ايه؟ هيفرود الباكت عادي جدا، هيفرود الايه الباكت عادي جدا تمام. ولكن هنا في مشكله ان انا عملت دو شو اي بي راوت، الاي بي راوت عندي هنا ما فيهاش ستاتيك ديفولت ستاتيك راوت، فالراوتر هنا وقتها مش هيطلع الباكت تمام. لو جهاز مثلا 192.168.1.22 يعني مش موجود، لا ينطبق عليه مواصفات اللاين او الراوت ماب نمبر 10 والراوت ماب نمبر 20 مش هتنطبق عليها،
تمام كده. فالراوتر هنا وقتها هيقول طب تعالى بص في الديفولت راوت عندي او الاي بي راوتنج عندي، هيلاقي مفيش ديفولت ستاتيك راوت، مفيش جيت واي بالنسبه له، طلعه على مثلا على الانترنت. فالراوتر هيروح عمل دروب للباكت. الحل ده احله ازاي؟ اما اني اعمل ديفولت ستاتيك راوت هنا عندي في الراوتر، او اما اني اعمل راوت ماب واسميها برضو بي بي ار واديها السيكونس نمبر 30. بالمناسبه اي راوت ماب انت بكريتها بتاخد الديفولت بتاعها 20. عملت الراوت ماب على نفس الاسم، الراوتر يعني عملت راوت ماب على نفس الاسم مره تانية هيديه 20، طب مره تالتة هيديه 30 وهكذا. طيب ده كلام جميل جدا. هنا هتعمل ست اي بي نيكست هاب 10.0.0.10، يعني يا راوتر اي باكت بقى هنا. انا هنا ما عملتش ماتشنج، لو خلي بالكم دوشو اي بي دوشو راوت ماب، انا هنا ما عملتش ماتشنج. ال 30 هنا انا ما عملتش ماتش ليه؟ كاني بقول خلاص يا راوتر في حاله ان انت بقى جات لك 10.192.168.1.22 مثلا، يعني لا تطبق عليها 10 و20، الراوتر هيجي يعمل ايه؟ ينزل على ال 30 هيلاقيها ايه؟ بتماتش، لان الماتش هنا ماتش اني ثينج. اما اي باكت تجي لك فروم اني ثينج بحيث ان هي ما تطبق، يعني لا تنطبق عليها مواصفات هوست داش 1 او هوست داش 2 او السيكونس نمبر 10 او السيكونس نمبر 20، الراوتر هيقوم مطبق السيكونس نمبر 30 وانا قلت له ماتش اي حاجه وديها ل 10.0.0.10. تمام، يعني في حاله ان جت باكت لا تنطبق عليها مواصفات 10 و20، الراوتر هيطلعها على الانترنت عادي جدا، ولكن ثرو مين؟ ثرو ار 3 هنا. لان هنا خلي بالكم هنا بيقول ايه؟ set PPR configuration so other packet types go through R3. انا قلت اي باكت تيجي بقى فيما عدا التحديدات اللي انا حددتها في المطلوب الاولاني والتاني في الاوبجكتيف، هنا راوتر 5 هيقوم موديها على R3. تمام كده. طيب انا كده زبطت الدنيا بتاعتي. تعالوا بقى، انا عندي هنا في ال في ام وير افتح بي سي داش 1 بي سي داش 1. طيب انا فتحت بي سي داش 1 تمام اهو. نبدا بقى ننزل كده على نفتح الكوماند لاين نشوف بقى البوليسي دي هتطبق ولا لا. فنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا جيت عملت مثلا بينج على 4 8، تمام. الراوتر بيقول لي يعني، او الجهاز بيقول لي ان الراوتر بيقول له destination unreachable. تعالوا بس نشيك على المفترض اللي انا عملت بينج اي سي ام بي اللي يتطبق عليها راوت ماب سيكونس نمبر 10 ولا 20، فالمفترض يروح عن طريق راوتر 3. لو جيت عملت كده دو بينج 8، بيروح اوكي تمام. نعمل ترابل، ده بقى الوقت ترابل شوت. نعمل دو شو اي بي اي بي او دو شو اكسس دو شو اي بي اكسس ليست. لا لا لا، دو شو اي بي راوت دو شو راوت ماب. تمام. مفترض تعالوا بس نشيك كده الاي بي كونفيج، نشيك كده الاي بي هنوفر واخد 1.20. طب لو جيت عملت تريس راوت او تريس راوت ده في سيسكو تريس سيرت على 4 8، في جزئيه اتنست. احنا هنخش على انترفيس فاست ايثرنت 1/1 اللي رايح على اللان. قلنا بقى هنطبق ايه؟ هنطبق الخطوه الثالثه. انا ما عملتش الخطوه الثالثه اللي هي اي بي بوليسي تمام سبيس او شيفت علامه استفهام راوت ماب، واسمها ايه بقى الراوت ماب؟ اسمها ايه؟ بي بي ار انتر. ها نجرب بقى مره ثانيه، نعمل بينج على 4 8. اها بي بينج اها تمام. لو جينا عملنا تريسرت على 4 8، المفترض هيطلع منين؟ تريسرت هيطلع من 10.0.0.10. ها شوف، ها فعلا 10.0.0.10 اهو.
اوكي طيب ده كلام جميل جدا. لو جيت على الراوتر 5 جيت عملت شو الراوت ماب، بصوا يا شباب البوليسي راوتينج ماتشز اها 17 باكت، ها 17 باكت. طيب ده كلام جميل. لو جينا مثلا عملنا تاني بينج تاني على اول بس نشوف هنا شو رايت ماب تاني 23 باكت، انا سبت عند 23 باكت. اوكي وهنا ال سبت عند 23 باكت و 2218 بايت. لو جينا عملنا بينج اها 32، طبعا 32 في 4 هيديني 128 بايت. المفترض هنا يبقى يزود بقى ايه دو شويه بير اوت 29 باكت. اوكي 2680 بايت. غريبة ان هو زود كام بحدود 400 بايت، زود 400 بايت. اوكي مش مشكلة. انا كنت فاكر يعني ان انا يعني دلوقتي هو يعني بعت باكتس، بعت 64 بايت اوكي 32 بايت في 4 هيديني المفترض 128، فيزود هنا عدد البايتس هنا عن 218 خلاها 128. طب لو جه مثلا خلاها هنا يعني 128 ب 2 يعتبر يعني ان دي ايكو ايكو ريبلاي. ف لو جينا قلنا 2680 ناقص 2118 462 ناقص 256. الفكرة ان هو بعد بايتس زيادة. anyway دلوقتي البوليسي بي البوليسي راوتنج ماتشز متطبقه في على اللي هي سيكونس نمبر 30. طب تعالوا نطبق مثلا هي سيكونس نمبر مثلا انا دلوقتي على هوست داش 1 فلو جيت دخلت مثلا على اتش تي تي بي اتش تي بي اس المفترض يخش، يعني المفترض يخش ويطبق ايه ويطبق اللي هي رقم 10. تعالوا نشوف لو جيت كده انترنت طبعا اي ويب سايت افتحه سواء اتش تي تي بي اتش تي تي بي اس هيطبق على طول البوليسي بيس راوتنج على راوت ماب اي سيكونس 10. طب لو جينا كده شفنا تاني لا لا ده راوتر 3، تعال نشوف راوتر 5 اها شويه براوت. بصوا يا شباب اهو 207 اهي 207 باكيت طبق على ايه هوست داش 1 لان انا دخلت اتش تي تي بي تمام كده على اي بي من اي بي من سورس اي بي 192.168.1.20. اوكي لو جينا عملنا دو شو اي بي دو شو اي بي اكسس ليست اها تمام اهو 200 928 اهو ماتش على 10 بس الاتش تي بي اس هنا جايب ماتشنج مع انه هو دخل اتش تي بي. اوكي تمام لو جينا عملنا تاني ريفرش مثلا اها اوكي المفترض دي تزيد اهي زاد من 15 هنا ل 47 في الاتش تي بي اس. لو جينا مثلا عملنا فتحنا جوجل https www.google.com تمام فتح الجوجل https تمام حلو قوي كده. طيب host dash 2 host dash 2 اللي هو بي سي داش 2 عندي بي سي داش 2 اها لو جيت على بي سي داش 2 وفتحت الكوماند برومبت و اي بي كونفج نقول كده اي بي كونفج ما هو واخد 21. لو جيت عملت بينج على او لو جيت فتحت اتش تي تي بي المفترض هيخش على الراوت ماب السطر او الراوت ماب اللي هو سيكونس نمبر 30 اها اهو تمام المفترض دي هتزيد. او شيت يقول لك ان هو مش عارف يخش. طب لو جينا كده عملنا بينج على 48 بيبنج اهو بيبنج تمام تعال تمام هنا يبقى زادت اهي. امال ليه ال HTTPS انا مش راضي افتح
ممكن جينا عملنا بينج على www.google.com. ممكن ممكن تكون المشكلة مثلا في ال DNS، ان انا بدخل اسم يعني، فمفترض ال DNS يحول من اسم ال اي من اسم ال IP او من domain name ال IP. ممكن يكون ال DNS هنا مش متعرف، ممكن ما فعلا ال DNS هنا مش متعرف. طيب نعرف ال DNS. ترابل شوت بقى يا شباب. دلوقتي القصة ان انا بخش باسم الموقع اللي هو www.google.com، فالجهاز مفترض يطلع ايه، باكيت دي ان اس كلاينت على ديستنيشن بورت يو دي بي 53. فالجهاز ما عنده عشان يترجم من دومين نيم www.google.com للاي بي، فهو انا ما كنتش حاطط هنا ال 48، هنا ال 42. اوكي تمام، نجرب نبينج تاني كده على www.google. اهو بيبينج. اوكي تمام، لو جينا اهو انترنت يفتح اهو. اوكي الباكتس عماله تزيد اهي، عماله تزيد على سيكونس نمبر 30 اهي. اوكي يعني زادت هنا من 265 باكت ل 278، اكيد لو عملت تاني هتزيد. بتزيد اهي. طيب ده كلام جميل، عايزين بقى نطبق. لو انا مثلا دخلت على FTP، ان انا عايز اخش بقى على ديستنيشن بورت اف تي بي عشان اطبق سينكونس نمبر 20. اوكي طيب ممكن اعملها مثلا تيلنت على اي حاجه، مثلا على بورت 21. ممكن اعمل تيلنت من بورت 21 على 48 بورت 21. بصوا بدا يطبق اهو، ان انا جيت خليت اطلع داتا تيلنت ولكن هتطلع على ديستنيشن بورت 21. اوكي اهي بتزيد اهي. تمام لو جيت عملت دوش شو اي بي اكسس ليست، فعلا 5 ماتشز. طبعا هو عمل 5 محاولات والخمس محاولات فشلوا. جينا عملنا مره ثانيه. انا بفتح ايه، عملت تيلنت على 48 ودخلت البورت 21 مش بورت التلنت. اوكي فعشان اطلع اكبر الباكت اللي هي تطلع ديستنيشن بورت 21، عشان انا عايز اطبق الراوت ماب اهو. تمام عايز اطبق الراوت ماب اللي هي بتاعه هوست داش 2. تمام 8 ماتش. اوكي طب تمام جدا. بكده احنا يعتبر خلصنا لاب 19. طيب تعالوا بقى نتكلم عن التوبيك الثاني اللي احنا هنتكلم فيه المحاضره، اللي هو الاي بي اس ال اي. ايه هو الاي بي اس ال اي؟ بمنتهى البساطه لو عندي راوتر متصل ب اي اس بي 1 برضو نفس المثال، وهنا اي اس بي 2. تمام طيب ده اوكي. بيحصل عندي مشكله مثلا ان انا عايز اخلي الراوتر ده يشتغل على اللينك ده. بفرض مثلا انا عندي هنا اي بي مثلا 41.4.3.0/30، برضو هنا برضو ده هنا دوت 1 وهنا دوت 2 وهنا 1 وهنا 41.4.3.4/30. الاي اس بي 2 ده واخد واخد دوت 5 وهنا واخد دوت 6. تمام امسح الخط ده مضايقني قوي. تمام اوكي طيب المشكله بتظهر كالاتي، ان بفرض انا عايز اخلي الراوتر يخلي يعني ايه يشتغل على اللينك ده، اللينك الرئيسي، في حاله ان ده بقى داون ينقل الراوتر على اللينك التاني. ولكن هتقولها مش مهندس ما هي سهله، اقول لك هي في تريكه هنا انا هشرحها بتسبب هو من بسبب التريكه دي احنا يعني جه الميكانيزم بتاع الاي بي اس ال اي. طيب تعالوا نتكلم عن ملحوظه كده، ان انا لما اجي اخد مثلا اي دي اس ال كونكشن. اوكي فانا دلوقتي مثلا ده مكان الاي اس بي او المبنى بتاع الاي اس بي او السنترال. اوكي فانا بيمشي الايه الكيبل تحت الارض كده تمام لحد ما يدخل من يخش مثلا هنا على يخش منها مثلا هنا تحت الارض اهو. اوكي يعني مثلا انت عندك هنا مثلا نجيله او جنينه كده قدام البيت بتاعك، ويقوم داخل السلك كده ويخرج من الناحيه التانية ويقوم مثلا واصل بيه
مودم مثلا، مودم اوكي، والمودم ده واصل على الراوتر بتاعك. المشكلة هنا بتيجي كالآتي، ان انا مثلا موصل الراوتر بتاعي بالمودم اوكي على ايثرنت مثلا، ايثرنت بورت. الايثرنت بورت امتى هيكون داون؟ الايثرنت بورت هيكون داون في حالة ان هذا البورت اللي على المودم ده لو بقى داون. لو انا جيت ايه مثلا شلت الكيبل من الراوتر اللي رايح على المودم، طيب ده كلام جميل. في حالة ان الراوتر اوكي، في حالة ان انا اسف اللينك اللي ما بين المودم والكيبل اللي جاي من الاي اس بي بقى داون، هل الراوتر هيعتبر فاست ايثرنت او الايثرنت بورت هيعتبره داون؟ لا، هيظل يعتبره اب. طب بفرض ان هذا الفيزيكال كونكشن، الفيزيكال كونكشن دي اوكي اتس ابلايد، متطبقه على اللينك اللي رايح من الراوتر مثلا من الراوتر 1 الى اي اس بي 1 اوكي، في هذه الحاله راوتر 1 ازاي هيعرف اللينك ده بقى داون؟ اوكي، هي الفكره مش في اني اخلي اللينك ده في حاله ان هو لو داون انقل على اللينك التاني، القصه مش كده، مش دي المشكله، دي بمنتهى السهوله ممكن تتعمل، ولكن الـ 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 المشكله عندي الراوتر ازاي هيدتكت فعلا ان حصل فيلير. الاي بي اس ال اي قال لك ان انا هبعت مثلا باكيتس، الراوتر هيديكيت الراوتر ان هو يبعت باكيتس اوكي للديستنيشن اي بي، بفرض مثلا ان الراوتر اللي عند الاي اس بي اللي هو مثلا هنا واخد مثلا بوينت 1، فهيبعت مثلا اي سي ام بي باكيتس، كانه هيبعت بروبس او باكيتس كده، باكيتس صغيره في الحجم، كل مثلا ثانيه يبعت بروب على مين، او يبعت يعمل بينج على مين، على الراوتر الموجود عند الاي اس بي او عند ال 41.4.3.1 اوكي دوت واحد، هيفضل يبعت كل ثانيه ايه بينج. وطالما بيستقبل ايكو ريبلاي، ما الاي سي ام بي دي عباره عن ايه، الايكو الباكيت اللي بيوديها الراوتر من اللي بتروح من الراوتر 1 الى مثلا اي اس بي 1 او اي اس بي 1 داش راوت داش راوتر اوكي، الايكو والايكو ريبلاي اللي هي الباكيت اللي بيريبلاي بيها الاي اس بي 1 داش راوتر على ار 1. طيب ده كلام جميل جدا، الايكو ريبلاي تمام. فالقصه هنا ان الاي بي اس ال اي انا ببعت بروبس الى هذا الراوتر، بروبس او باكيتس الى هذا الراوتر، بتديتكت الكونكشن بتاعي، بيبقى ليه فريكوانسي يعني بعض الايه المفاهيم كده في الاي بي اس ال اي، مثلا الفريكوانسي التردد الباكيتس، التردد يعني هيبعت الباكيتس كل قد ايه، الايكو الاي سي ام بي ايكو او الاي سي ام بي الاي سي ام بي ايكو باكيت هيبعتها كل قد ايه مثلا كل ثانيه تمام. في برضو حاجه تانية او مفهوم تاني اسمه التايم اوت اوكي، بتلاقي اوقات ان انت وانت بتعمل بينج مثلا ان الراوتر، يعني فرض ان انا جيت عملت مثلا هنا الايه الفريكوانسي 1 سكند، يعني الراوتر 1 هيبعت كل ثانيه ايه باكيت الى ISP 1 router. طيب التايم اوت بفرض ان انا خليته 500 ملي سكند، دي معناها ايه، ان الراوتر 1 جه بعت ايكو ما لقاش الايكو ريبلاي، ما استلمش على مثلا جه بعت باكيت 1 او ايكو 1، رجعت له الايكو ريبلاي او ايكو 1 ريبلاي، جه بعت ايكو 2 ما رجعتلوش، هيستنى قد ايه لحد ما يعتبر ان هذه الايكو lost او ما رجعتش؟ هيستنى فتره التايم اوت 500 ملي سكند. هل هنا يا باشمهندس، هنا ممكن تسالني بقى، هل يا باشمهندس في حاله ان هو لقى الايكو 2 ما اتبعتتش ليه هيعتبر اللينك ده بقى داون؟ لا، ليه؟ اصل انت لسه بقى ما حددتش الثريش هولد، تمام كده، الثريش هولد hold هو مثلا هخلي مثلا القيمه بتاعته ايه 800 ملي سكند، في حاله ان الراوتر لقى الباكت ما رجعتش خلال 500 ملي سكند هيعتبرها ايه الباكت دي او الايكو دي از لوست. في حاله وهنا هيقول بقى ايه، ايه ده، هو اللينك بقى داون ولا اب؟ هيستنى قيمه ال 800 ملي سكند بقى، هيستنى ايه قيمه ال 800 ملي سكند. في حاله ان هو عدى قيمة ال 800 ملي سكند، البريش هول دي عدت قيمة ال 800 ملي سكند، هنا الراوتر هوب هيقوم معتبر اللينك دي is down، اللينك دي ايه بقت down. طيب ده كلام جميل جدا.
هنا برضو في واحد ممكن يسألني سؤال، طب بفرض يا باشمهندس مثلا هو بعت الايه التايم اوت، خلى التايم اوت 500 تمام، والبريش هولد، البريش هولد هنا 800، طيب ده كلام جميل، استنى الباكت ولا 500 مللي سكند، لا الباكت از تايم اوت، طيب ده كلام جميل، البريش هولد هنا هيستنى 300 مللي سكند زياده ولا هيستنى 800 مللي سكند من اول وجديد، يعني هو خلص ال 500 مللي سكند اوكي، هنا بقى هيستنى 800 مللي سكند، يعني هيستنى 800 مللي سكند ولا يعني هيعمل ايه، يعني المفترض هو عدى 500 مللي سكند، يعني هل بيشغل في الانترفال بتاعه بيشغل العد تنازلي من ال 500 وال 800 في ان واحد، ولا يستنى ال 500 لحد ما توصل لصفر يقوم عادد من ال 800، يقوم عادد من ال 800، هنا هنشوف الاجابه بتاعت السؤال ده على اللاب اللي احنا هنشتغل عليه، على اللاب اللي احنا ايه، اللاب اللي احنا هنشتغل عليه. طيب تعالوا او في حاجه برضو نسيت برضو ايه اقولها، ال اس ال اي، الاس ال اي ريسبوندر، ايه هو الاس ال اي ريسبوندر، تعالوا مثلا نشوف هنا مثلا راوتر ده انا عمال يبعت ايكو اوكي، فلقى الايكو ايه مثلا بقت مثلا يعني الراوتر مثلا 1 اوكي بيبعت للراوتر 2 ايكو اوكي، طيب ده كلام جميل، انت رابط ظابط الاس ال اي، فلقى ان مثلا 8 جات له الايكو مثلا بعد 8 الايكو ريبلاي بعد 8 ملي سكند اوكي، 8 يعني اول ايكو جات له ايكو ريبلاي، ثاني ايكو، ايكو ريبلاي، ايكو ريبلاي، فده التايم انترفال اوكي، يعني جات له بعد قد ايه من وقت يعني بعت الباكت اوكي، وبعدين رجعت له خدت وقت قد ايه بقى قبل ما رجعت له 8 مثلا ملي سكند، ولا هوب جه مثلا لقى 64 وبعد كده لقى 8 هنا ال 64 القيمه بتاعتها عليت ليه؟ هنا قد تكون هنا يكون في احتمال من اتنين، اول احتمال اما ان راوتر 2 اتاخر في انه يطلع الايكو ريبلاي، او اما راوتر 2 ما اتاخرش طلع فعلا الايكو ريبلاي طلعها، ولكن في نتورك كونجستشن او اللينك ده مضغوط، اللينك ده مسحوم، فالباكت الايكو ريبلاي خدت فتره قبل ما وصلت للراوتر 1، هنا فايده الاس ال اي، الاس ال اي تمام ريسبوندر، ريسبوندر اوكي، ايه قصه الايكو الاس ال اي ريسبوندر، هي قيمه انت بتحددها، بتقيمه انت بتحددها هنا مثلا على راوتر 1، القيمه دي يعني بتفيد بايه، القيمه دي بتفيد بايه، من الاخر انت عند راوتر 2 اوكي، انا راوتر 2 هياخد مثلا الباكت او الايكو وهيعمل بروسيس وهيطلعها ايه ايكو ريبلاي تمام، طيب ده كلام جميل، هنا راوتر 1 هتقول له ايه، في حاله ان انت جات لك الايكو ريبلاي على تايم انترفال مثلا 40 مثلا، اطرح منها سبستراكت، يعني ايش اطرح منها مثلا قيمه مثلا 10 ملي سكند، 10 ملي سكند، ودي هيبقى ايه 30، فاعتبر ان الايكو ريبلاي جات لك بعد 30 ملي سكند من اطلاق ال الايه الايكو، طيب هيستفاد بالكلام ده بايه؟ قال لك اصل بمنتهى البساطه ال 10 مللي سكند دي هي مثلا انا بفترض ان هي البروسيسور عبال، طبعا هي 10 مللي سكند قيمه كبيره، ان البروسيسور عبال ما ياخد او الراوتر بتاعه عبال ما ياخد الايكو ويطلع ايكو ريبلاي، يعمل لها بروسيس ليه ويطلع ويطلع ايكو ريبلاي هياخد 10 مللي سكند، فانا بقول للراوتر 1 في حاله ان انت طلعت الايكو جات لك بعد 40 مللي سكند اطرح منها 10، ليه؟ اصل ال 10 دي مثلا بفرض ده افتراض سبوزيشن من عندك ان دي فتره عمل بروسيس على كل ايكو بتوصل لراوتر 2، فانا بقول لراوتر 1 خلي بالك اعتبر هنا بقى ان التايم انترفال او التايم من اطلاق الايكو لحد ما توصل لك الايكو ريبلاي، اعتبر ان التايم ده عباره عن المده الكليه ناقص القيمه مثلا 10 ملي سكند دي، لا ال 10 ملي سكند او قيمه البروسيس اللي عند الاس ال اي ريسبوندر هي تطلع لك 30، ففي حاله ان انت جات لك هنا بقى انت عامل الميزه دي اوكي التكنيك ده انت مطبقه وجات عندك هنا لقيت 64، هنا استحاله يكون هنا من جاي من الراوتر 2،
يعني هو استحاله يكون راوتر توست اتاخر في عمل البروسيس. لا هنا الوقت كده بقى ساعتها انت عرفت ان الاحتمال الاول ده مش ممكن بالنسبه لي، ان انا عملت حسابي على قيمه البروسيس اللي بياخدها راوتر 2 ولقيت برضو قيمه عندي عاليه في بعض الباكتس هنا مع او بعض الايكو ريبلايز، هنا معناه ان في نتورك كونجستشن. دي فايده الايه الاس ال اي الاس ال اي ريسبوندر. طيب تعالوا نشوف اللاب هنا عندنا ايه. بس نرجع بس نشوف الايه المطلوب في اللاب عندي. ده لاب 17 خلصناه. المفترض بس في تأخير بس في اللابات، يعني ده لاب 19، ده المفترض لاب 19 مش 18. اوكي طبعا انا هكون مصلح الاخطاء دي في السلايدز قبل ما تترفعوا لكم. بيقول لك سيت اس ال اي سو اف راوتر 5، راوتر 5 اللي هو ده هو نفس التوبولوجي. So if router 5 loses the connection to R1, it will switch the connection to R2. يعني انا عايز اعمل SLA من R5 على R1 في حالة ان هو فقد الاتصال بال SLA عن طريق بقى يعرف ان هو عمل اللينك بقى داون او لا عن طريق ال SLA، يقوم ناقل اللينك على ايه على R2. طيب انا دلوقتي هفتح R5. اوكي انا طبعا عملت هنا شو IP route، IP route هنا انا ما عملتش IP route هنا، بس هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالكونفيجريشن SLA IP SLA وندي لها الرقم ندوس انتر. طيب انت هتعمل SLA ايه؟ هتبعت ايه الباكتس اللي انت نوعيات الباكتس اللي انت عايز تبعتها؟ انا مثلا عايز ابعت الباكتس الاي سي ام بي ايكو، الاي سي ام بي ايكو. طيب هبعت اي سي ام بي ايكو ولمين؟ ل 10.002 الاي بي بتاع ار1. طيب السورس انترفيس انا عايز احدد هنا السورس انترفيس لسبب، سبب مهم جدا. ان بفرض يا شباب انا عند الراوتر متصل على اوكي راوتر، والراوتر ده جوه الاي اس بي اوكي، ورايح على لينك تاني ده اي اس بي 1 وده اي اس بي 2. فهنا مثلا فاست ايثرنت 0/0، هنا فاست ايثرنت 0/1. فانا عايز اخلي الراوتر يبينج مثلا بفرض ده اللينك الايه اللي عمل عليه الاي سي ام بي ايكو، فانا عايزه يبينج واحدد له يطلع منين، يطلع من فاست ايثرنت 0/0. اوكي طب ايه لازمه ده يا باشمهندس؟ بمنتهى البساطه لان ممكن اللينك ده داون، يعني في حاجه في اللينك دي بقت داون، مثلا هو متصل على مودم والمودم من الاي اس بي بقى داون. اوكي طيب ده كلام جميل. فالراوتر هيعمل ايه بقى؟ الراوتر هيعمل ايه؟ هيبعت الاس ال اي، هيبعته من هنا. فما بعته من هنا يوصل للراوتر ده، الراوتر ده ممكن يوصل الى هذا الراوتر، يعني انت بينج على اي بي الراوتر ده هنا. اوكي فانت عندك هنا ممكن الاي اس بي 2 يقوم واصل بيك على مين؟ اي اس بي اي اس بي 1. اوكي فهنا القصه، فهنا الراوتر هيعتبر اللينك ده مش هيعتبره برضو اب. ليه؟ لان الاي سي ام بي ايكو فعلا بتجيلي، انا ببعت اي سي ام بي ايكو ولكن انا ما حددتش، انا ما حددتش السورس اي بي او السورس انترفيس اللي هيطلع منها. فهو بيطلع من هنا وهيطلع من هنا، فهيطلع من هنا تمام ويوم واصل للراوتر اي اس بي 2 ويوم راجع الى اي اس بي 1، فيهيئ الى راوتر 1 ان هذا الراوتر از ريتشبل ولكنه مش ريتشبل على هذا اللينك. فلذلك لازم تحدد الاي اس ال اي طالعه من اني اي بي او من اني انترفيس. ممكن تحدد عن طريق الانترفيس سناجتني نعملها كده، ممكن تحدد عن طريق اني انترفيس او اني اي بي تمام. فانا هقول له مثلا السورس انترفيس هو واصل تقريبا عن طريق ايه؟ فاست ايثرنت، فاست ايثرنت 0/0، فاست ايثرنت 0/0 انتر. وبعدين هعمل ايه؟ احدد بقى الفريكوانسي بتاعي 1 سكند. اوكي التايم اوت نحدد الاول التايم اوت، بيقول لك ما ينفعش الفريكوانسي يكون اقل من قيمه التايم اوت. طيب انا هحدد هنا التايم اوت اخليه 500 اوكي والفريكوانسي مثلا اخليه 1 سكند. الثريشولد مثلا هخليه لو جيت خليته هنا مثلا 200 هنا قبل ال 200
ده معناه ايه؟ ده معناه ايه؟ فاكرين السؤال اللي انا قلته؟ لو في حالة هو بعت ايكو تمام والايكو ما جاتلوش، تمام، ايكو 1 او ايكو 2 ما جاتلوش، الايكو 2 ريبلاي هيستنى ايه 500 ملي سكند لحد ما يعتبر الايكو 2 دي يعني ايه ديد، يعني الباكت دي ماتت مش هترجع لي، تمام. هيعمل ايه هنا بقى؟ هيقوم برضو مطلع ايكو 3 وهنا هيستنى ترجع. في حاله كده هيفضل هيعد بقى في حاله ايكو 3، تمام. خلي بالكو هو دلوقتي ايكو 2 ما رجعتلوش، تمام كده. طب ده كلام جميل. وبعدين ايكو 3 بعتها وما رجعتش، هيستنى هنا 200 سكند، 200 سكند اللي هي قيمه الثريش هولد اللي انا دخلتها. في حاله ان هي ما رجعتش، ايكو 3 ما رجعتش، هيعتبر اللينك ده بقى داون، هيعتبر اللينك ده بقى داون. يبقى هو مش اول ما ما تتبعت له، مش اول ما راوتر 1 ما يتبعتلوش ايكو 2 هيقوم مشغل عداد ال 500 وعداد الايه الثريش هولد مع بعض، مش هيشغلهم مع بعض، هيشغل ال 500 على مين؟ ايكو 2، تمام. طيب وصل لزيرو هيقوم باعت ايكو 3 وهيعد، هيعد لحد كام؟ 200. وصل لل 200 كده وقتها هوب هيعتبر اللينك بقى داون. طب ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان لو بفرض هو هيعتبر ان ال 500 وال 200 هيشتغلوا في نفس الوقت، تمام كده، فهو ما كانش هيقبل قيمه ال 200، لازم تكون القيمه بتاعت الثريش هولد تكون قيمه يعني هتكون ازيد من قيمه التايم اوت او تساويها، صح كده، لان انا هشغل الاثنين في نفس الوقت، فالتايم اوت عندي لازم تكون هنا وقتها قيمه اقل من الثريش هولد. في حاله الافتراض اللي هم ايه هيفتح التايم انترفل كاونتر على 500 و200 في نفس الوقت، اوكي. طيب نرجع تاني، بعدين ارجع اكزيت، وبعدين اعمل اي بي اس ال اي 1، تمام، اي بي اس ال اي 1 تمام. وبعدين اشغل بقى ال اي بي اس ال اي مونيتور، اي بي اس ال اي سكادول. طبعا لان خلي بالكم كونفيجريشن الاي بي اس ال اي بتختلف من سيريز الى سيريز على الراوتر، تمام. يعني في راوترات بتشتغل، انا شغال على الراوتر لو جيت عملنا شو دوشو فيرجن سي 7200 على مثلا، واللي يشتغل على 2691 هتلاقي الكونفيجريشن مختلفه الى حد ما في حاجات بسيطه. طيب انا هعمل هنا اي بي اس ال اي سكادول، اوكي 1 اللي هي اي بي اس ال اي يعني سكادول 1، انا عايز دلوقتي ادخل الجدول اللي هتم فيه اشغال او هشغل فيه الاي بي اس ال اي اللي هو 1 اهو، تمام. اي بي اس ال اي 1 و start time now life forever، خليها تشتغل على طول، تمام. لو جيت عملت دو شو اي بي اس ال اي، دو شو اي بي اس ال اي 1 statistics، اي بي statistics operation لسه ما اشتغلش ليه دلوقتي؟ انا هعمل دلوقتي track 1 rtr 1 RTR 1 وبعدين تمام track 1 track 1 RTR 1 reachability ودوس انتر. ايه قصة التراك؟ فاكرين التراك اوبجكت اللي احنا كنا بنعمله في ال HSRP في ال HSRP او ال VRRP؟ ايه هو التراك؟ التراك ان انا هخلي الراوتر، تمام، هيعمل تشيك على الكونكشن دي. كان في ال HSRP ان انت دلوقتي عندك مثلا ايه راوترين واصلين، ده وصل على ISP وده وصل على ISP وده السويتش اهو في جهاز هنا، تمام. فكان ال VRRP ماستر مثلا الراوتر اللي هو واخد البريوريتي الاعلى، فمثلا ده كان الراوتر مثلا ده اللي هو مثلا راوتر 1، فيبقى ده ال VRRP ماستر. في حالة ان اللينك ده بقى داون هيفضل برضو ماستر، الا لو انت فعلت خاصيه التراك اوبجكت. التراك اوبجكت اللي انا هخلي الراوتر يسنس اللينك بتاعه على مين؟ الاي اس بي هنا، الاي اس بي هنا. في حاله ان اللينك ده بقى داون وهنا التراك، اقول للراوتر انت هتعمل تراك على الانترفيس دي من ناحيه ايه؟ هقول له من ناحيه مثلا لاين بروتوكول، اوكي. يعني في حاله فعلا ان اللاين ده بقى داون، يعني اللاين بروتوكول بقت داون، وهنا وقتها الراوتر ده
البريورتي بتاعته هتقل لقيمه بحيث ان هي تبقى اقل من قيمه ار2، فيصبح ار2 هو الايه الفي ار ار بي ماستر. يقوم اوبا الجهاز ده طالع عن طريق الايه الراوتر ده، تمام. هنا فكره التراك برضو، انا هعمل هنا تراك على ار1، والتراك ده هيكون على ايه؟ ما انا هعمل تراك هتابع ايه، هراقب ايه؟ هراقب الاس ال اي اللي هتحصل هنا، الاس ال اي اللي انا لسه عامل لها كونفيجريشن. طيب ده كلام جميل. انا دلوقتي عملت تراك 1 على RTR اللي هي بتشير الى الريسبونس تايم ريبورتر اللي هو الاس ال اي. طبعا ده كان الاسم القديم للاس ال اي اللي هو الايه RTR، تمام. ريتشابيلتي يعني تشيك على الريتشابيلتي بالنسبه للاي بي اللي انا حددته في الكونفيجريشن الاي اس ال اي اللي هو 10.0.0.2. اوكي طيب ده كلام جميل. دلوقتي فاضل ايه؟ هعمل بقى اي بي راوت 4.0.0.2. اوكي طيب انا عايز اخلي الراوتر ده في حاله ان 10.0.0.2 ده بقى داون، اللينك خلاص بقى داون، الاس ال اي قال ان هو بقى داون، يشتغل على اللينك اللي تحت اللي هو ال10 مثلا 0.0.6 حسب ما طالب مني في الاوبجكتيف، تمام. طيب ده كلام جميل. فانا هعمل برضو اي بي راوت 4.0.0.4.0 ل 10.0.0.6. اوكي ولكن هحدد قيمه الادمنستريتف ديستانس اللي هي مثلا تكون 50. ليه؟ لو انا ما دخلتش القيمه دي، ما دخلتش القيمه دي هنا الراوتر هيعمل لود بالانس ما بين الاثنين، ما بين 10.0.2 و 10.0.6. لا انا عايز يشتغل على 10.0.2 اوكي كبرايمر لوحده، في حاله ان بقى داون يشتغل على ده. طب قيمه الاستاتيك راوت بواحد، فده قيمته بواحد، ده قيمته بواحد، هيعمل لود بالانس. لكن انا عليت القيمه دي، عليت قيمه الادمنستريتف ديستانس هنا، الراوتر هيختار الايه القيمه الادمنستريتف ديستانس الايه الاقل، فهيعتبر دي دلوقتي هي البرايمر دلوقتي، في حاله ان دي لو وقعت بالاس ال اي هيعتبر دي هينقل على دي على طول. بس هنا في حاجه نسيتها برضو، ان انا بالاي بي راوت هنا 10.0.0.2 هطبق التراك 1 اللي انا عملته، هيعمل ايه؟ هيعمل تراكينج على الراوت اللي بيروح ل 10.0.0.2، وفي حاله ان هو بقى داون مين اللي هيقول ان هو بقى داون او لا، تمام، اللي هو الاس ال اي كونفيجريشن الاس ال اي اللي احنا لسه عاملينه، تمام. طيب ده كلام جميل. في حاله انه بقى داون الاس ال اي هو اللي هيقول لنا بقى داون، فيقوم التراك قال ان بناء على الريتشابيلتي انا مش قادر اوصل ل 10.0.0.2. مين اللي قال لي تراك 1؟ هو اللي بيقول لي. طب مين اللي قال لك يا تراك 1 انك مش هتوصل ل 10.0.0.2؟ هيقول لك اصل انا عن طريق الاس ال اي اللي انا عرفتها هنا، عملت لها تاج هنا على الار تي ار، انا الاس ال اي قالت لي ان انا ما اقدرش اوصل ل 10.0.0.2، تمام كده. لو فبالتالي الراوتر هيقوم ناقل على الاستاتيك راوت اللي هي 10.0.0.6 اللي هو هيروح عن طريق ار 2. لو جيت عملت دوش اي بي راوت هلاقي اللي ظاهر لي فقط الاستاتيك ديفولت او الديفولت استاتيك راوت ل 10.0.0.2. طيب تعالوا نعمل تشيك، تعالوا نعمل تشيك. هروح مثلا على R1. اوكي كلام جميل جدا. انا مش هقفل الانترفيس على R1، انا مش هقفل الانترفيس. هو ايه الانترفيس اللي رايحه؟ فاست ايثرنت يوز لزيرو، اللي رايحه من R1 على مين؟ على R5. انا مش هقفلها، ولكن مثلا ممكن اعمل انترفيس فاست ايثرنت يوز لزيرو، اغير مثلا الاي بي بتاعها 10.192.168.50.1. لو انا غيرتها هنا دلوقتي R5 مش هيقدر يوصل 10.0.0.2 خلاص، تمام. تعالوا كده لو جينا عملنا دو شو اي بي راوت، ها لسه برضه على 10.0.0.2. تمام تعالوا نعمل كده تشيك او ترابل شوت، دو شو اي بي اس ال اي ستاتستكس او نمبر اوف فيليرز او 24. طب لو جيت عملت دو شو ران include section IP route. تمام. طبعا لما ضفت التراك هنا هو ما نقلش ان السطر ده لازم يتمسح، تمام. نو اي بي راوت 10.0.0.2. جيت عملت تاني تمام. لو جيت عملت دو شو اي بي راوت اهو نقل على 10.0.0.6. لو جيت عملت دو شو اي بي اس ال اي ستاتستكس، لو انتوا لاحظتوا ان هو دلوقتي بيقول لك النمبر اوف سكسس
331، يعني في 330 ايكو هو عملها بعتها وجات له الريبلاي بتاعتها، ولكن اول ما قفلت النمبر اوف فيليرز 68 82 83 اهو. اوكي طيب ده كلام جميل. يعتبر كده احنا خلصنا لاب الاس ال اي اللي هو يعد لاب رقم 18. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم نخش في الموضوع اللي بعده اللي هو البي جي بي. مبدئيا البي جي بي يعد من اقوى بروتوكولات الراوتينج، ولكن في ليه خصائص تجعله يعني ايه محطوط في مكانه مخصصة لهذا البي جي بي، تمام، مكانة مخصصة عن المكانة اللي فيها الاو اس بي اف الريب الاي اي الاي اي جي ار بي. وبالتالي احنا نبدأ نتكلم عن البي جي بي ودوره في بناء الانفراستراكشر الخاصة بالانترنت، ونوضح فيه نوضح بقى بعض التفصيلات في البي جي بي. ونبدا بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا كده نبدا نفتح كده الايه الوايت شيت ونبدا نشرح اولا الانترنت. بس نرجع للسلايد للسلايد هنا كاتب لك just one customer need just one company need rule enterprise corporate need. طيب ايه فروقات just one customer need just one company need rule enterprise corporate need؟ نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لو انا عندي infrastructure الانترنت انا مثلا عندي service internet service provider مثلا مثلا speed او sprint والسبرنت دي مثلا واخده رقم اسمه اوتونومي سيستم 100. اوكي طبعا احنا هنتكلم عن الاوتونومي سيستمز ومدلولها في البي جي بي، وفي مثلا هنا اوتونومي سيستم برضو سميها مثلا زي ال ال L3 سميها كده مثلا L3AS 200. وفي بقى ايه كذا اوتونومي سيستم بقى. انا عندي مثلا دي دي لينك واوتونومي سيستم مثلا سميها AT&T. انا عندي كذا اوتونوم هنا طبعا اوتونوم سيستم مثلا اخليه 300 هنا الاوتونوم سيستم ده مثلا هخليه 400. اولا الانترنت عباره عن التشكيله اللي ظاهره قصادكم، عباره عن التشكيله اللي ظاهره قصادكم. نحط كل دول في السيركل ونسمي السيركل دي هي الانترنت الانترنت. اولا تعالوا نتكلم عن بعض المفاهيم. الانترنت لو حد سالني باشمهندس احمد هي ايه هي الانترنت، الانترنت انا هجاوب هقول الانترنت اتس ا نتورك اوف نتوركس لكم ان تتخيلوا ان الانترنت هي عباره عن تربيط ملايين الشبكات على مستوى العالم، ولكن ملايين الشبكات كل شبكة بتكون يعني مثلا انت عندك الانتربريس الكمباني او الشركة بتاعتك مثلا اسمها A1 دي فيها شوية راوترات متربطة مع بعضها. اوكي وعاملين انت عامل ما بينهم OSPF Routing Protocol. في حالة ان انت دو جيت لما انت مثلا اشتريت قط انترنت ورحت مثلا ليفل 3 قلت لهم انا عايز اشتري قط ايس خط انترنت مثلا ADSL، فراح ادوك كونكشن خط الانترنت ADSL. مين الراوتر المتصل بيه؟ افترض ان انا مثلا حطيت راوتر من عندك عندي في الشركه او عندك، او افترض ان انت حطيت راوتر عندك في الشركه ووصلته ب لاير 3. هنا القصه بتمشي ازاي؟ اولا
ان انت مثلا تاخد بابليك اي بي مثلا، يقول لك ايه الشركه دي تقول لك انا عندي راوتر مثلا، انا هديك مثلا بابليك اي بي مثلا 41.4.5.4/30، وبما ان انا عندي الراوتر اللي في السيرفيس بروفايدر الراوتر على السيرفيس بروفايدر .5، فانا هديك يا كاستمر مثلا .6، وهتطلع على هذا الراوتر بايه؟ هتطلع على هذا الراوتر ب استابل ديفولت ستاتيك راوت. ولكن anyway في كلا الاحوال انت خدت رقم واحد، خدت اي بي بابليك واحد بس. طيب ده كلام جميل جدا. مثلا ده كاستمر اي 1، تعالوا نشوف الكاستمر مثلا دي مثلا شركه. اوكي طيب دي شركه اي 1، جت في شركه تانية اسمها اي 2، راحت لشركه سبرنت وقالت شركه سبرنت انا عايزه اعمل كونكشن اي دي اس او في الكمباني بتاعتي او في الانتربرايز كمباني بتاعتي. تقول انت بقى عندك شويه ايه شويه يعني انت عندك في النتورك بتاعتك شويه سيرفرات، فانت عايز تشتري. رحت بقى لشركه سبرنت وتقول لها شركه سبرنت انا عايز اشتري بلوك اي بي هات. بلوك اي بي هات مثلا يقول لك انت عندك بلوك الاي بي هات، عندي كذا عرض مثلا، انا هديك بلوك اي بي هات مثلا 197.50.6.0/24. طيب ده كلام جميل جدا. فبالتالي انت بتشارج، بتدفع التشارج بتاعتك مثلا شهريا وبتاساين الاي بي دي على الايه البابليك سيرفرز اللي موجوده عندك او الاجهزه اللي انت محتاج تطلعها على الانترنت وذ ا بابليك اي بي. احنا كده بنتكلم في موضوع بسيط جدا، احنا كده بنتكلم في حاله ان انت عايز تكونكت على الانترنت مع سيرفيس وايدر ايا كان السيرفيس وايدر اللي انت هتعمل الاشتراك او الاكونت بتاعك معاه. طيب هنا برضو هنعمل ايه تاني؟ انا في حاله الكل الاجهزه عندي عايز تطلع الانترنت، انا مدي امر للراوتر ديفولت ستاتيك راوت يا راوتر اي اي بي او اي باكيت تجي لك على ديستنيشن اي بي انت ما تعرفش عنها اي حاجه، فرودها على هذا العنوان. العنوان ده مثلا بتاع الراوتر اللي عند سبرنت اللي هو مثلا 197.50.6.1/24. فيا راوتر اي بي راوت، روح على الراوتر ده 4 اصفار 4 اصفار 197.50.6.1، يعني راوتر اي باكيت رايح على ديستنيشن اي بي انت ما تعرفش عنها اي حاجه، فرودها على هذا الراوتر. طيب هنا اعتقد الموضوع بالنسبه لكم هنا بسيط، ان انا بعمل كونكشن. في المثال ده انا خدت بابليك اي بي واحد بس، هنا خدت بلوك اي بي هات وطلعت بطل بعرف اكونكت على العالم الخارجي على تربيطه او الانترنت انفراستراكشر بالديفولت ستاتيك راوت. طيب ده كلام جميل جدا. تعالوا ننتقل في البرسبكتيف او للمنظور ما بين السيرفيس بروفايدرز. سبرنت فيها شويه راوترات جواها، فيها شويه راوترز جواها كده بتكونكت مع بعض. اوكي ومثلا الراوتر ده تمام. الراوترز دي بتكومينيكيت مع بعضها ازاي؟ وكذلك خلي بالكم ده شركه برضو سبرنت فاتحه كونكشنز برضو. انا عندي برضو في الشركه بتاعت L3 مثلا عندها برضو شويه راوترات عاملين كونكشن الراوترات مع بعض، وانا وصلت شركه سبرنت بي ليفل 3 وعندي برضو دي لينك دي برضو عندها شويه راوترات. اوكي وانا وصلت الراوترات دي ببعضها وربطت سبرنت بي بالدي لينك واصبحت دي لينك تقدر تطلع على L3 ثرو سبرنت، وممكن افتح كونكشن من دايركت كونكشن من L3 الى دي لينك واربط دي لينك بي الانفراستراكشر بتاعه الاي تي ان تي بتاعت AT&T. اوكي واربط الراوتر ده كده ربطت كده ايه ربطت السيرفيس بروفايدرز او الانترنت سيرفيس بروفايدرز كلهم ببعضهم. طيب ده كلام جميل جدا. هنا اصبح هذه الشركه لو انا عندي مثلا الراوتر ده متصل على سويتش والسويتش ده متصل على السيرفر اوكي او متصل على بي سي متصل على بي سي، اصبح البي سي ده لو عايز يروح على يكونكت على سيرفر مثلا كونكتد على الراوتر ده يقدر يروح الى الراوتر ده والراوتر ده يطلعه، يعني يروح من الباكت يروح للراوتر ده والراوتر ده يوديه هنا تمام بالاو اس بي اف وذ الاو اس بي اف راوتينج بروتوكول، وبعدين يروح للبورد الراوتر او
area او الاوتونوموس سيستم بوردر راوتر الـ ASPR، والـ ASPR with الديفولت راوت يطلع بيه على اللاير 3، واللاير 3 تقوم واصله داخله كده جوه وتقوم رايحه كده الجيرني بتاعت الباكت، وبعد كده الراوتر ده يروح للراوتر ده، والراوتر ده مثلا كونكتد على هذا الراوتر يمشي كده، وبعد كده يروح الراوتر ده، وبعد كده يوصل للسيرفر. دي الجيرني، دي الرحله بتاعت الباكت، ان هي تمشي مثلا من جهاز الى السيرفر اوفر الانترنت كلاود. ولكن هنا الاو اس بي اف مربوط، يعني الراوترات اللي جوه الكاستمر هنا مثلا او اس بي اف، والراوترات اللي جوه الكاستمر هنا اي اي جي ار بي. طيب الراوترات اللي جوه الانترنت عارفه النتوركس الخاصه ببعضها، والنتوركس الكونكتد بالراوترات الاخرى او النيبرز، يعني كل راوتر عارف الكونكتد نتوركس او النتوركس اللي يقدر يروح ليها عن طريق النيبرز بتوعه، بيتبادلوا هذه المعلومات بواسطه اي راوتنج بروتوكول بالبي جي بي بالبي جي بي. طيب يعني البي جي بي لو احنا بنتكلم في السيرفر جوه سيرفيس بروفايدر واحد، انا دلوقتي عندي الراوترز اللي جوه اللاير 3 بيتبادلوا الحوار مع بعضهم بالبي جي بي، والراوترز اللي ما بين السيرفيس بروفايدرز بيتبادلوا الحوار ما بينهم وبين بعضهم بال برضو بي جي بي. وهنا احنا لازم برضو نتعرف لمفهوم ايه رقم الاطنا سيستم اللي انا مثلا جيت اديته سبرنت واللاير 3 والاي تي ان تي والدي لينك. هنا بقى نضطر نمسح كل الكلام ده ونفضي الوايت شيت بتاعتنا، وهنبدأ نتكلم عن كذا نقطة. في فرق بين الـ E جي بي والـ I او الـ اوكي الـ E جي بي والـ I الـ I جي بي الـ E جي بي والـ I جي بي. الـ I جي بي والـ P جي بي دول تصنيفين للـ Routing Protocols. طيب اي راوتينج بروتوكول يصمم اوكي داخل انفراستراكشر داخليه، ما لم يعني ايه انفراستراكشر داخليه، حينما اتكلم عن نتورك لا تقع داخل الانفراستراكشر الاساسيه جوه السيرفيس بروفايدر، يعني مثلا نتورك موجوده في شركه، موجوده في مؤسسه معينه، في مدرسه، ايا كان المؤسسه، هم عاملين انترنال نتورك ومربطين الراوترز براوتنج بروتوكول. هذا الراوتنج بروتوكول اما قد يكون او اس بي اف، اما قد يكون اي اي جي ار بي، او اما ان يكون ريب، اما ان يكون او اس بي اف اي اي جي ار بي، او اما ان يكون ريب. الـ 3 Routing Protocols دول بيصنفوا تحت الـ IGP الـ Internal Gateway Protocols، الـ IGP الـ Internal Gateway Protocols، أي الـ Routing Protocols التي تطبق داخل السياق الداخلي للنتوركس. السياق الداخلي يعني ايه السياق الداخلي؟ في المثال اللي فات احنا خدنا كاستمر 1 كونكتد على كاستمر، او كاستمر A1 كونكتد على لير L3، وكاستمر 2 او A2 كونكتد على سبرنت. كل نتورك لكل كاستمر، او كل نتورك الانفراستراكشر للكاستمر اللي بيكونكت على الانترنت ثرو سيرفيس بروفايدر بتاعه، ده بيمثل، انا بحب امثله كده، السياق الداخلي للنتورك. هم عندهم نتورك داخليه. طبعا الاي دي ممكن يعني بعض المراجع بتذكرها اللي هي internal يعني internal gateway protocols او interior gateway protocols. طيب ال EGP برضو external او exterior gateway protocols exterior، ده بيصنف تحته ال PGP، ده بيصنف تحته ال PGP. يبقى ال IGP بيصنف تحته ال OSPF ال EIGRP ال REB، تمام، اما ال EGP بيصنف تحته ال PGP. طيب هنا شوية تساؤلات عشان برضو اوضح حتة اوضح هذا المفهوم بحيث انه ما يلخبطش اللي بيتفرج وبيسمع الشرح.
يا شباب بمنتهى البساطه، انا ما ينفعش راوترات الاي اس بي او راوترات الراوترز التربوت النتوركس اللي جوه الانترنت ببعضها، انا ما ينفعش اسيطر عليها الاو اس بي او الاي اي جي ار بي او الريب. طب ليه يا باشمهندس؟ لكذا سبب، لان هذه البروتوكولز، هذه البروتوكولز محتاجه هذه البروتوكولز محتاجه هاردوير بلاتفورم بسعه معينه. يعني بمنتهى البساطه انا ما ينفعش ان انا اربط ما بين الاو اس بي اف ما بين ملايين ملايين النتوركس، ما ينفعش او اس بي اف يربط لي ما بين ملايين النتوركس. انت تخيل ان انت هتروح للراوتر، تمام؟ لو انا سطبت، لو انا دخلت الراوتر جوه الاي اس بي او جوه الانترنت انفراستراكشر، يعني تخيل الراوتر ده عارف كل النتوركس على مستوى الانترنت، ووصلته بقى بشويه راوترز بفرض كل الراوترز دي انا دي راوترز الانترنت، وكل راوتر بقى رايح على شويه راوترات تانية، تمام، والكلام ده كله. انا ما ينفعش اعمل على كل راوتر من دول اخليهم يعرفوا النتوركس بتوع بعضهم عن طريق الاو اس بي اف او الاي جي ار بي او الريب، اوكي؟ لكل بروتوكول منهم سبب. فسبب استبعاد الاو اس بي اف، سبب استبعاد الاو اس بي اف هو الانفراستراكشر بتاعت الاو اس بي اف. يقول لك ايه؟ ان انا محتاج اريا 0، اوكي، هضم عليها اريا 1 واحط مثلا هنا عليها اريا 2، اريا 2. طيب وانا اساسا قسمت الارياز دي ليه؟ عشان ما اعملش هيرك على الراوترز، انا ما اعملش هيرك على الراوترز، لان مثلا هيرك السمرايزيشن، ان تخيل مثلا كل راوتر ما ينفعش يسمرايز الادريسز بتاعته في نطاق الاريا بتاعته، لكن تقدر تسمرايز الادريس بتاعته على نطاق الاكسترنال ارياز. يعني مثلا راوتر جوه اريا 0 او جوه اريا 2، اريا 2 عنده مثلا 172.168.0/20/192.168.0/20/172.168.0/20. تقدر تسمرايز النتوركس دي بس مش جوه الاريا، ولكن اوت لل الادفيرتايزمنتس اللي طالعه من اريا لاريا. طيب هنا اما تكون عندك في الـ في الـ في الـ في الانترنت انفراستراكشر هتحتاج تعمل كام اريا، والراوتر الواحد هيخزن في الراوتينج تيبل كام راوتينج كام نتورك، تمام؟ وفي هنا برضو قصة تانية، ان الراوتر بيعني حسابات المتريك. يعني الاو اس بي اف والاي اي جي ار بي والريب، يعني مثلا الريب ما ينفعش معاه ان انت تعمل ريب جوه الانترنت، وهنشوف برضو ليه. الاو اس بي اف مثلا بيحسب المتريك بالكوست، الكوست اللي هي 100 على الباندويتس، 100 اوفر الباندويتس الميجا بت بير سكند، الميجا بت بير سكند، اوكي. الراوتر هيخزن معلومات كتير جدا على مستوى الانفراستراكشر بتاعت النتورك. مفيش هاردوير بلاتفورم يقدر يستحمل تخزين هذا الكم الهائل من هذه المعلومات. الاي اي جي ار بي، الاي اي جي ار بي بيعتمد على مترك معقده جدا، يعني بيعتمد على الباندوتس، الديلي، الريلايبيليتي، اللودنج. فبرضه نفس الكلام، انت ممكن تقول لي يا باشمهندس ما انا في بالديفولت مترك في الاي اي جي ار بي لا يعتمد الا على الديلي او الباندوتس بس. لا 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 لا، في بعض الاحيان انت محتاج تخلي الراوتر يعتمد على يدخل حسابات الريلايبيليتي والمترك والكلام ده كله في الانترنت. انت محتاج تعمل ده، ان الراوتر محتاج تخليه يعرف كل تفاصيل الطرق المؤديه الى هذه النتورك. ما ينفعش تعمل الاو اس بي اف ولا الاي اي جي ار بي، لا وانس ما جيت عملت الاي جي ار بي بالانترنت انفراستراكشر، الراوترز ممكن تلاقي الراوترز بوم، يعني الراوتر هتنفجر من انك تشتغل بيها، تشغلها على الاو اس بي اف راوتنج او الاي جي ار بي راوتنج بروتوكولز. طيب الريب بمنتهى البساطه، لان الريب ما ينفعش، لان كل راوتر يعتبر النتورك بتاعته unreachable بمجرد ان هو وصل للماكسيم هاب 16. يعني الراوتر لو عدى 16 هاب كاونت يعتبر النتورك unreachable. يعني فتخيل الراوتر مثلا هنا عشان يوصل لنتورك هنا، الراوتر ده مثلا في ايجيبت او في مصر، عشان يوصل للراوتر في اليو اس، اوكي، او نتورك في اليو اس، فالنتورك دي ممكن تكون على بعد مئات الراوترز، اوكي. فالريب هيعتبر ان انت هاب كاونت، تبقى للهاب كاونت هيعتبر ان الديستنيشن ريتشبل. ليه؟ لان هو عدى ال 16 هاب كاونت. طيب ده كلام جميل جدا، فبالتالي دي اوف، انا ما اقدرش استعمل دول في ال في الانترنت انفراستراكشر
Welcome to the to PGP routing protocols. تعالوا نتكلم عن PGP باستفاضة. كل اللي فات ده introduction لي أو مقدمة بسيطة جدا ما قبل ظهور أو عما قبل ذكر PGP. دلوقتي احنا هنذكر PGP وبعض التفاصيل بتاعته في سياق المفروض عليك كطالب CCNP track route انك تدرسه، وكذلك هيقدم برضو بعض المعلومات الاخرى الزيادة في PGP تفيدك اما تيجي تطلع للCCIE او تفيدك لو اتجهت الى track service provider. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. autonomous system رقم بيتراوح من 1 إلى 65,535. فعلا شيء صعب جدا لما اجي اشرح البي جي بي، لان كل واحد لما يجي يربط في دماغه كده بي جي بي راوتنج بروتوكول يتوقع ان البي جي بي يشبه اليه في اليه عمله الاو اس بي اف والاي اتش ار بي. الامر غير ذلك. في الاو اس بي اف النيبرز اوكي، او النيبر ريليشن شيب بتتم ما بين راوترز، والراوتر ده تمام بيسجل النتوركس المتصله بالنيبر بتاعه والعكس صحيح فايس فيرسا. اما البي جي بي الاوتونوم سيستم دي معناها اتس ا كلاود، دي معناها كلاود جواها عدد من الراوترات. فمثلا انا رحت عملت هنا كلاود، الكلاود دي دخلت فيها اوكي هنا routers. طيب الكلاود البي جي بي بينظر، لو انا مثلا الكلاود دي اديتها رقم، الرقم او الاوتونوموس سيستم بيعطى الى الكلاود البي جي بي كلاود. الاوتونوموس سيستم بيعطى مثلا هنا عندي الكلاود دي فيها شويه راوترات، فانا بدلها اوتونوموس سيستم موحده اللي هي 100. هتقول يا باشمهندس انا هدي الاوتونوموس سيستم ده لمين، للراوتر ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ بنس على حسب الموقف اللي احنا فيه. طيب تعالوا يعني انا يعني الموضوع ده هيبان قوي في اللاب العملي. تعالوا بفرض ان انا عندي كلاود برضو اسمها autonomous system 200 هنا ها، ربطت مثلا شويه راوترز ببعضها، نمسح بس كل الكلام ده تمام اهو، نعيد الصياغه اهو، شويه راوترز انا ربطتها ببعضها، ومثلا ده راوتر مثلا النتوركس دي او الراوتر من هنا لهنا من هنا لهنا، انا هعتبر ان الراوتنج او ان الراوتر ده بيتبادلوا المعلومات النتوركس بتاعتهم ثرو الاو اس بي اف. وهفترض ان مثلا الراوترز دي مثلا هنا، مثلا ممكن نشيل اللينك هنا اوكي، فيصبح مفيش كونكشن ما بين الراوتر ده وده اوكي، وهعتبر وهنا هعمل لينك، هعتبر ان برضو النتوركس دي او الراوترز الراوتر ده بيتبادلوا المعلومات بالاو اس بي اف. طيب ده كلام جميل جدا. دلوقتي بين البي جي بي هنا، يعني مثلا انا هعتبر هنا او اس بي اف وهنا او اس بي اف، فين البي جي بي هنا؟ اللينك ده او اس بي اف، اللينك ده او اس بي اف، اللينك ده او اس بي اف، كذلك اللينك ده بفرض ان اللينك ده او اس بي اف برضو، او اس بي اف برضو اوكي، ما بين يعني الراوتر ده والراوتر ده بيتبادلوا المعلومات بالاو اس بي اف. وهربط الكلاود دي بالكلاود دي، انا كده ربطت اي اس 100 باي اس 200 تمام ثرو التو راوترز دول. اذا كانت هذه الناحية من هذا الراوتر الناحية الانتيريور او الانترنال سايد is installed with OSPF متسطبة او شغالة بالOSPF، وهذه الناحية بي برضو بالOSPF، الPGP بيجي دوره في اللينك من هنا لهنا، الPGP بيجي دوره من لينك من هنا لهنا. مثلا الراوتر ده يقول للراوتر ده مثلا ده راوتر 1 وده راوتر 2، راوتر 1 هيقول للراوتر 2 هي راوتر 2 I know about مثلا network 1 network 2 network 3 network 4، ويديله الايه المعلومات بتاعته. طبعا انت ممكن تتحكم بهذه الاعلانات عن طريق السمرايزيشن فلتر، الفلتر الفلترنج، تعمل فلترنج بالاكس بالاي بالبريفكس ليست والراوت ماب. انا طبعا لا يعنيني هذا الكلام، ولكن انا اللي انا عايز اوضحه ان البي جي بي بيتم ما بين الاوتونوم سيستمز. بصوا يا شباب،
راوتر الاو اس بي اف بينظر الى النيبورز بتوعه كراوترز. اما اما اجي اعمل بي جي بي فانا مش بعمل بي جي بي ما بين هذا الراوتر وما بين هذا الراوتر، انا بعمل بي جي بي ما بين الاوتونومس سيستم كلاود الراوترز دول، كلاودز الراوترز دي وكلاودز الراوترز دي. يعني مثلا بمنتهى البساطه لو انا عندي جهاز عايز يروح على مثلا سيرفر، فبالتالي هيروح للراوتر ده، وبالتالي الراوتر ده هيقول انا اقدر اوصل لهذا السيرفر يا بي سي ثرو اوتونومس سيستم 200 ثرو اوتونومس سيستم 200. والراوتر بيقول ان الراوتر ده بيقول مثلا ده راوتر 2 او راوتر 1، وراوتر 1 بيقول عشان اقدر اوصل لاوتونومس سيستم 200 هقدر اوصل لها عن طريق النيبر اللي انا كونكتد عليه. طبعا انا ممكن خلي بالكم اعمل بي جي بي، ممكن يعني مش شرط اعمل بي جي بي لدايركتلي كونكتد راوترز، يعني مش عشان هم دايركتلي كونكتد مع بعض يعني دايركتلي كونكتد انا لازم اعمل بي جي بي، او عشان اعمل بي جي بي لازم يكونوا دايركتلي كونكتد. يعني بمنتهى البساطه انا ممكن مثلا اعمل كده اوكي، مثلا بصوا ده مثلا او اس بي اف وده او اس بي اف، ولكن الراوتر ده والراوتر ده بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض بي البي جي بي، بيعملوا كوميونيكيشن مع بعض اوفر الاو اس بي اف. ده انا بعمل اي بي جي بي اوفر الاو اس بي اف اوكي. الموضوع هيبدا يوضح اكتر باذن الله تعالى. فبالتالي بالاي في الاي جي بي او في الاي جي بي يعني او اس بي اف اي جي بي ريب، انت كنت بتربط ما بين راوترز تمام، وكان الراوتر عشان يفاضل المسافه للديستنيشن نتورك بيفاضل ما بين هذا الراوتر او هذا الراوتر او يروح لهذا الراوتر طبعا ثرو المتريك اللي بيحسبها. اما البي جي بي فانت بتعمل راوتينج ما بين اوتونومس سيستمز، انت بتعتبر ان بلوك الاي بي بلوك الراوترات بلوك الراوترات اوكي عباره عن راوتر كبير، راوتر كده كبير كده، وبتربط ما بين هذا الراوتر الكبير اللي اسمه اي اس 200 تمام مع الراوتر الكبير اللي هو الاي اس 100 الاي اس 100 اوكي. فبالتالي هنا ده تعريف الاوتونومس سيستمز. انا وريتك الاوتونومس سيستم اوكي، وريتك ان انا هنا مثلا بالمثال ده انترنال او اس بي اف والاكسترنال ما بين هذا الراوتر والراوتر ده اي بي جي بي. طب انا الراوتر ده هيعلن عن الاو اس بي اف ازاي؟ عن طريق الريديستريبيوشن. يعني انا هخلي اعمل هنا ريديستريبيوشن من الراوتر ده الى الراوتر ده عن طريق الريديستريبيوشن، وده برضو يعلن عن النتوركس الداخليه عنده بالريديستريبيوشن، والدنيا سهله جدا، وهيعملوا البي جي بي نيبرز ما بينهم. طيب ده كلام جميل جدا. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اتكلمنا بقى عن الجاست كاستمر نيد، في حاله ان مثلا راح كاستمر لاي اس بي يقول له انا عايز بابليك اي بي واحد مثلا، جاست وان كمباني نيد، لو كمباني راحت لشركه قلت لها انا عايز بلوك اي بي هات وهكونكت على الانترنت ثرو الديفولت ستاتيك راوت، الهول انتربرايز كوربريت نيد. ده هنفصص ونشرح هذا المفهوم، نشرح هذا المفهوم بصيغة توضح لك فائدة دراستك لهذا البروتوكول، مع انه البي جي بي بيعد سيرفيس بروفايدر راوتينج بروتوكول. انت في الان بي راوتينج وسويتشنج يا شباب، انت مهندس شبكات مختص بنواحي الانتربرايز نتوركس مش نواحي السيرفيس بروفايدر نتوركس اوكي. يعني انت ما بتدرس اليات عمل الشبكات والاتصال ما بينها داخل السيرفيس بروفايدر، لان دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه. انت بتدرس اليات العمل او انشاء الشبكات في الشبكات الانتربرايز، سواء لارج انتربرايز نتورك او سواء ميديوم نتورك او سواء سمول بزنس نتورك. طيب انت ليه تدرس البي جي بي في السي سي ام بي؟ لان قد يكون انت شغال في شركه اوكي، ادي مثلا الشركه بتاعتك، وانت رحت عملت تعاقد مع سبرنت اوكي، سبرنت، ورحت السبرنت قلت لهم انا عايز اعمل ريليشن شيب معاكي يا سبرنت واشتري بلوك اي بي هات، وفالسبرنت قالت لك اوكي انا هديك بلوك اي بي هات 200.20.0.0/16 بلوك كبير جدا اوكي، وده اوتونوم سيستم مثلا سبرنت مثلا 150. فانت قلت اوكي سبرنت، ولكن انا عايز انشر هذا البابليك اي بي ثرو يو، يعني انا عايز اعمل انا
يا شباب بالملاحظات السابقه في الامثله السابقه باتصال الكاستمر بالسيرفيس بروفايدر، كان كل الاجهزه اللي من جوه بتطلع عن طريق الراوتر ده، والراوتر ده بيوديها هنا بالديفولت ستاتيك راوت. اوكي، هل انا عامل بي جي بي ما بين هنا وهنا؟ لا مش عامل، في الامثله السابقه مش عامل، لكن في هذا المثال انا عامل. انا هعمل ان انت تروح للسيرفيس بروفايدر وتقول له سيرفيس بروفايدر انا عايز اعمل ريليشن شيب وذ بي جي بي راوتنج بروتوكول، عايز اعمل معاك ريليشن شيب بي جي بي راوتنج، يعني اعتبرني انا عايز اسس نفسي كاي اس. تمام، هو ايه الفرق يا باشمهندس ما بين هذا؟ يعني انا مش فاهم، يعني انا برضو لحد دلوقتي مش فاهم. اصلي يا شباب، اما مثلا الاسبرنت مثلا عايزه بتربط نفسها مع مثلا AT&T، اوكي، فالشركه بتاعتك مجرد ما تشتغل جوه السبرنت نت كونكت مثلا مع سبرنت، اوكي، الراوتر بتاعك هنا كونكت على الراوتر بتاع سبرنت، فانت بتطلع بالديفولت ستاتيك راوت، انت بتعتبر جوه الاوتونوم سيستم بتاعت سبرنت. اوكي، انت بتعتبر جوه الاوتونوم سيستم مثلا 150 بتاعت سبرنت. اوكي، ولكن ده اللي في الكاستمر عادي، او لو انت في بيتك عايز تشترك ADSL connection، انت عندك راوتر واحد، عندك نتورك واحده عايز تطلعها، بتخش جوه الاوتونوم سيستم بتاعت سبرنت. لو انت عندك كمباني بتشتري بلوك اي بي، تخش جوه الاوتونوم سيستم بتاعت سبرنت، الا لو انت قلت سبرنت انا عايز اعمل استابليشمنت للنتورك بتاعتي بحيث ان انا عايز ابقى اوتونوم سيستمز مستقله، انا عايز ابقى اوتونوم سيستم مش جوه الاوتونوم سيستم بتاعتك، لا انا عايز ابقى اوتونوم سيستم. تروح لسبرنت مثلا تقول لسبرنت انا عايز ابقى اوتونوم سيستم. طبعا رقم الاوتونوم سيستم ده جلوبال، اوكي، يعني جلوبال ايدنتيفايد، يعني جلوبال ايدنتيفايد، يعني ما ينفعش مثلا ايه تلاقي AT&T واخده الاوتونوم سيستم او البي جي بي اي اس بتاع سبرنت، ما ينفعش. اوكي، طبعا الاس ده رقم بيعرف جوه البي جي بي، رقم يعني رقم ريليتد بي البي جي بي، مش الاي جي بي، ارجو ان محدش يتلخبط. فانا هروح بقى السبرنت واقول انا عايز اعمل مثلا او بي جي بي، بروح وانت تقول في سبرنت مثلا اديت لك رقم اوتونوم سيستم مثلا، قالت لك خلاص اوكي انا هعتبرك بس بي جي بي اوتونوم سيستم، وهديك رقم مثلا اي اس 99. هنا تقدر بمنتهى السهوله تعمل كونكشن، تعمل كونكشن مع مثلا AT&T، اوكي، وتقدر تعمل كونكشن مثلا مع كذا سيرفيس بروفايدر، انت تعتبر كسيرفيس بروفايدر، يعني في حاله ان AT&T عامله كونكشن ما بينها وبين سبرنت، اوكي، وعايزه تروح للنتورك جوه سبرنت، لكن الكونكشن ده قطع، فتقدر AT&T تروح لهذه النتورك اللي جوه الاي اس بتاعت السبرنت برو يو. يعني انت ما اصبحتش نقطه تيرمينال، نقطه تطلع للانترنت، ونقطه نقطه يرجع ليها داتا من الانترنت، لا ده انت اصبحت تعامل معامله ايه، الترانزيت نتورك، ترانزيت يعني الداتا تعدي عن طريقك. اوكي، انت تشارك في عمليات الراوتنج على مستوى العالم كله. اوكي، طيب اتمنى الموضوع ده يكون مفهوم. بالتالي الراوتر بتاعك الكونكتد بالسبرنت والكونكتد بالAT&T والباقي بيكون عارف كل الراوتنج او تفاصيل الراوتنج والنتوركس الموجوده على مستوى الانترنت، وبيعلن عن الببليك نتوركس بتاعته برضو للAT&T والسيرفيس بروفايدر ومثلا L3 وهكذا. طيب ده كلام جميل جدا. نبدا نخش بقى في ايه نقطه بعدها. عشان تعمل بي جي بي او تعمل ايديال بي جي بي سيستم، يعني عشان تعمل البي جي بي عندك لازم لك شويه شروط. اول حاجه ان انت يكون عندك باورفول راوترز. فطبعا اول يعني اول شرط كده او اول ريكومند هاز باورفول راوترز، واضح جدا ان انت لازم يكون عندك الراوتر اللي انت هتطلعه على الاي اس بي وتكومينيكيت ان بي جي بي، لازم يكون امكانياته عاليه من ناحيه الرام، البروسيسور، الهاردوير بلاتفورم كومبوننتس على العموم، هاز تو مور كونكشنز تو ديفرنت اي اس بيز. هنا في حاجه عايز اوضحها، ان انت مثلا في الشركه بتاعتك انت تقترح تمام، لو احنا عملنا دي كده تمام، اها، انت تقترح ان انت مثلا الشركه بتاعتك ادي النتورك بتاعت الشركه اللي انت فيها اوريدي اهي، ادي الراوتر بتاعك وانت متصل بالاي اس بي،
اوكي بيوصل في اوقات مثلا ان انت يكون عندك ممكن نعدل الرسمه دي، ممكن نكتب او نرسم بطريقه افضل شويه. ها تمام، انت مثلا عندك راوتر هنا وعندك راوتر هنا، راوترين في الشركه عامل منهم طبعا، ممكن تكون عامل منهم لود بالانس وفيل اوفر، فانت مثلا ده الراوتر ده طالع على اي اس بي 1 والراوتر ده طالع على اي اس بي 2. في هذه الحاله لو انت عندك الاي اس بي، الاي اس بي 1 اي اس بي 1 ايكوال اي اس بي 2، يعني هو نفس الشركه، يعني نفس الشركة انت اللي انت مشترك تبعها، ولكن انت طالع على طرفين، اوكي. في هذه الحالة مش يستحسن ان انت، مش recommended ان انت تكومينيكيت او تطبق البي جي بي مع الاي اس بي. ليه؟ لان بمنتهى البساطة البي جي بي الفكرة الرئيسية بتاعته بالنسبة للانتربرايز نتورك، انت راجل بشركة دلوقتي عندك انتربرايز نتورك، في نتوركس جوه مثلا سويتش مثلا كور واصل بي الديستريبيوت سويتشز، والديستريبيوت سويتشز واصله بي اكسس سويتشز. البي جي بي بيفيد اتصال الانتربرايز نتورك في حاله ان انت متصل بكذا اكسس، بكذا اي اس بي. يعني انت مثلا انت ده الاي اس بي بتاعك اللي انت متصل بيه، فانت الراوتر ده عندك مثلا توصل بالاي اس بي ده وتعمل بي جي بي مع اي اس بي ثانيه وهكذا، فانت طبعا عندك بيبقى عندك ريدندنسي. في هذه الحاله انت ممكن تعمل ريدندنسي وذاوت البي جي بي، ممكن تعمل ريدندنسي وذ الاس ال اي، اوكي. ممكن تعمل في حاله ان انت اشتغل ده مين مثلا وده يشتغل الباب، ان انت تعمل الاس ال اي كونفيجريشن احنا خدناها في اللاب اللي فات، اوكي. فهنا مش مستاهل ان انت تعمل بي جي بي كونكشن، اوكي، لان الاس ال اي قد بالغرض. لكن البي جي بي يجي فكرته في ان انت لو متصل بتو اي اس بيز مختلفه، تو اس بيز مختلفة، اوكي. دي ده تاني شرط. تالت شرط جود باندوث كاريرز، لازم يكون عندك الباندوث او الكارير او الكيبل اللي طالع من الراوتر عندك للاي اس بي اللي انت بتعمل معاه بي جي بي، يكون اللينك الباندوث بتاعته عالية. طبعا المشكلة دي ما بقتش بتظهر دلوقتي، لان انت الباندوث بتاعنا بقى انت ممكن توصل 2 ميجا بت بير سكند باندوث تكفي بي جي بي، 4 ميجا بت بير سكند، طبعا بي هتوصل 10 ميجا بت، ممكن توصل جيجا بت، اوكي. فطبعا الباندوث هنا مش بتؤثر دلوقتي يعني، بس يعني دلوقتي ما بقتش مشكله. بس لو زمان بقى انت يبقى عندك خط مثلا ايه 65 كيلو بت بير سكند، ده طبعا كان يمثل ازمه في البي جي بي. البي جي بي الترافيك بتاعته عاليه، البي جي بي النيجوتيشنز والترافيك بتاعته عاليه جدا من ناحيه الحجم بتاعها ومن ناحيه الفلوينج، كثافه الباكتس اللي بتتبعت خلال الثانيه الواحده بتبقى كبيره، محتاجه سرعه كويسه. The probability to be a transient is ان انت تكون عامل حسابك ان ممكن النتورك بتاعتك مهيئه ان هي تكون ترانزينت اوتونومس سيستم، من ناحيه مثلا ان انت ادي ده الاي اس بي ان انت كونكتد عليه، فانت اصبحت انت دلوقتي ده انت او ده انا مي، اوكي. فانت اصبحت تعتبر كايه، كانفراستراكشر خاصه، يعني اي اس مثلا، انت خدت اي اس مثلا 160 تعتبر كانفراستراكشر خاصه. ممكن انت طبعا ده هتتصل هنا برضو باي اس بي، انت مش انت النقطة اللي هتطلع منها through البي جي بي، لا. افرض مثلا جهاز هنا في الاي اس بي متصل براوتر، اوكي، وراوتر ده متصل بالاي اس بي، جهاز ده عايز يروح لسيرفر موجود هنا، فيروح هنا through you عن طريقك الى السيرفر، ده بيسمى الترانزينت اوتونومس سيستم. في هذه الحالة انت ترانزينت اوتونومس سيستم، انت واقف في نص الطريق، الباكت مش هتروح لك، دي هتروح عن طريقك. فتكون مهيئ النتورك بتاعتك ككونفيجريشن وستابيليتي والتكنيكال انفراستراكشر بتاعت النتورك بتاعتك تكون مهيئه لان يعدي داتا عن طريقها، اوكي. طيب ده كلام جميل جدا. نخش بقى في اللي بعده. بي جي بي has powerful enhancements for enterprise banking companies. طبعا البي جي بي فيه امكانيات
كبيره جدا. ممكن تعمل مثلا انت بانك مثلا، اوكي انت مثلا عملت بانك اسمه اكس ماني مثلا، اوكي فانت النتورك بتاعتك هنا مثلا او اس بي اف، عملت بورت من النتورك بتاعتك او اس بي اف، وهنا بورت مثلا الريب، واللي تحت مثلا الاي اي جي ار بي، اوكي فانت الام ثرو ريب مثلا الراوتر ده انت طلعت بي جي بي كونكشن للاي اس بيز، او مش شرط الاي اس بي طبعا، ممكن فروع البنوك الاخرى، فروع البنوك الاخرى مثلا انت اتصال عملت اتصال ب مثلا ام او ام داش ماني، اوكي بي جي بي عملت كونكشن معهم بي جي بي، ربطت الاوتونوم سيستم الكامله بتاعتك بالاوتونوم سيستم بتاع بتاعه الام داش ماني البنك ده، يعني انت عندك بنك وربطت مع بنك تاني، طبعا ده بتفيد في المكان الاي تي ام البنوك، يعني اي لو انت عندك مثلا شركه الخدمات المصرفيه والكلام ده كله. طبعا تكنيكال برسبكتيف from a technical perspective، من وجهة النظر التكنيكال، انك محتاج تعمل connections ما بين networks بتاعتك وتعمل synchronization، يعني سيرفر هنا اوكي عليه حساب عميل معين وسحب فلوس او ودى عمل تحويل من السيرفر ده من البنك ده لسيرفر تاني، طبعا محتاجة محتاج ان انت تعمل ربط ما بين الانظمة، النظام بتاع البنك بتاعك والنظام بتاع البنك التاني، وهذا كده مع كل البنوك. ممكن تعمل filtering، ممكن تعمل فلترينج للنتوركس اللي انت هتستلمها، يعني مثلا هو مثلا البنك ده عنده VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30، فانت ممكن تعمل فلتر على الراوتر ده اللي هو مبلش الا سبنتس مثلا VLAN 10، لكن VLAN 20 و30 لا. اوكي فالقصه طبعا في البي جي بي مؤثره جدا من ناحيه اللي انت بتفلتر النتوركس اللي بتجيلك، ممكن ده طبعا بواسطه البريفكس ليست والراوت ماب اللي احنا خدناها شباب المحاضره اللي قبل كده، لان طبعا prefix list و route map استخداماتهم اكبر مع البي جي بي، فانت ممكن تعمل فلترة للنتوركس اللي تجيلك، وبالتالي انت بتؤمن عملية الراوتينج بالنسبة للنتوركس بتاعتك. الاوش بيب برضو نفس الكلام، ممكن تكون متصل مثلا على بنك فلاني، والاي جي ار بي هنا مثلا يكون متصل على بنك فلاني، كل ده through البي جي بي connections. طيب فدي برضو ملحوظة كده كنت عايز اوضحها. نتكلم بقى بشوية حاجات. البي جي بي البي جي بي ابديت سنت اون بورت 179 تي سي بي تي سي بي، طبعا لازم تتاكد ان انت لو عملت كونكشن ما بين الراوتر بتاعك والسيرفرس الاي اس بي، تتاكد ان انت فاتح بورت 179 تي سي بي، تتاكد ان انت تكون فاتحه اوكي البورت ده اوبن، عشان تعرف تبعت ابديت وتستقبل ابديت من مع الاي اس بي. بالمناسبه هنا الملحوظه مهمه جدا 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 في البي جي بي، تساؤل، يعني بعد ما احنا قلنا اول حاجه البي جي بي ابديتس، هنا في تساؤل بيظهر ان البي جي بي من ضمن الشروط بتاعته ان انت ما تقدرش تعمل يعني مور ذان وان سيشن، يعني مثلا الراوتر ده مرابط مع الراوتر ده اوكي بي جي بي، يعني الراوتر ده رابط مع الراوتر ده بي جي بي اوكي. طيب ده كلام جميل جدا، انا ما ينفعش اعمل مثلا ده بي جي بي اوتونوموس سيستم 100 اوكي، واروح للراوتر واقول للراوتر ده والراوتر ده مثلا اوتونوموس سيستم 200، وانا ده مثلا انترفيس سيريال 0/0 ده سيريال 0/1 ده سيريال 0/0 سيريال 0/1، ما ينفعش على البي جي بي بالنسبه للراوتر الواحد ان انت تكومينيكيت مع نيبر ثرو مور ذان وان انترفيس، يعني ما ينفعش ان انت تعمل كونكشن هنا ويعني سيشن او ريليشن شيب هنا وهنا في نفس الوقت، دي ما تنفعش. طبعا اللي هيفكر هيقول لي طب يا باش مهندس انا كده مش هعرف اعمل ريدندنسي، هعمل ريدندنسي ازاي؟ ليه؟ لان انا ما ينفعش البي جي بي لو انت جيت قلت له مثلا ايه نيبور كذا نيبور مثلا
اوكي هنا مثلا نيبر الاي بي بتاع الراوتر بتاع ده مثلا راوتر 2 ده راوتر 1 فانت جيت على راوتر 1 قلت له ايه نيبر النيبر بتاعك يا راوتر 1 هو الاي بي بتاع راوتر 2 اوكي طب ده كلام جميل جدا ما ينفعش بقى تدخل برضو نيبر واي بي واي بي تمام على نفس الاوتونومس سيستم انت بتحدد النيبر بتاعك في الاوتونومس سيستم بتاعته ما ينفعش على نفس الاوتونومس سيستم اوكي هنا البي جي بي هنا ما ينفعش الراوتر يكرييت تو اكتر من 1 سيشن ان ذا بي جي بي ما ينفعش اوكي هحل القصه دي ازاي ركزوا معايا هنا بقى في الملحوظه مهمه جدا هكريت لوب باك انترفيس هكريت لوب باك انترفيس مثلا انا هكريت لوب باك انترفيس 1.1.1 اوكي وهنا مثلا لوب باك انترفيس 2 2 2 2 وهعمل او اس بي اف اوكي هعمل او اس بي اف هعمل او اس بي اف كونكشن ما بين راوتر 2 وراوتر 1 تمام بمنتهى البساطه بمنتهى البساطه اوكي ده بقى يعني ملحوظه مهمه جدا طيب عن طريق اللوب باك دي انا هعمل الريليشن شيب من الاي بي ده للاي بي ده الريليشن شيب ان بي جي بي من الاي بي ده للاي بي ده وثرو الاو اس بي اف على التو لينكس دول هقدر اخلي الراوتر ده يوصل لللوب باك دي والراوتر ده يقدر يوصل لللوب باك دي اوكي طب لا لا لا, لا انا مش فاهم يا باشمهندس انا كده مش فاهم بمنتهى البساطه يا شباب لو انا عملت ريليشن شيب ما بين الراوتر 1 وراوتر 2 تمام راوتر 1 يقدر يعمل ريليشن شيب بي جي بي مع الاي بي ده وفايس فيرسا راوتر 2 يقدر يعمل ريليشن شيب مع راوتر 1 عن طريق الاي بي ده ده كلام جميل جدا هنا راوتر 1 يقدر يروح للاي بي ده عن طريق ايه عن طريق ده او ده تمام هعمل ده ازاي بالاو اس بي اف بمنتهى البساطه هتروح راوتر 1 هتعمل ايه نتورك السبنت دي ونتورك السبنت دي ونتورك السبنت بتاعت اللوب باك وهكذا على راوتر 2 فبالتالي راوتر 1 يقدر يروح لاربع اتنينات بواسطه الاو اس بي اف فيزيكلي ثرو التو انترفيسز دول اوكي فبالتالي اقدر اعمل بالتالي الاي بي ده هيصبح بالنسبه لي ايه ريتشبل هصبح الاي بي ده بالنسبه لي ريتشبل واقدر اعمل كوميونيكيشن وذ بي جي بي ما بين راوتر 2 وما بين راوتر 1 اند فايس فيرسا طيب ده كلام جميل جدا فهنا اختلاف البي جي بي يا شباب ان انا مثلا لو عندي مثلا الراوتر 1 اوكي متصل بيه الراوتر 2 متصل بيه الراوتر 3 راوتر 3 في الاو اس بي اف انا ما كانش ينفع اعمل مثلا او اس بي اف هنا على راوتر 1 واعمل او اس بي اف على راوتر 2 و 3 ويكومنيكيت مع بعض لازم برضو اشغل الاو اس بي اف على راوتر راوتر 2 هنا اوكي ولكن في البي جي بي انا اقدر اعمل بي جي بي ما بين راوتر 1 وما بين راوتر 3 وما بين راوتر 3 وثرو راوتر 2 بس راوتر 1 يقدر يوصل لراوتر 3 وراوتر 3 يقدر يوصل لراوتر 1 عن طريق اي جي بي بروتوكول اما الاو اس بي اف تمام او اما الاي اي جي ار بي او اما الرب ده اختلاف شاسع بيفرق يعني هذا المثال بيبدا يوضح لك الفروقات الكبيره او الديفرنس سبوتس الكبيره ما بين البي جي بي والاي جي بي بروتوكولز طيب ده كلام جميل جدا خلي بالكو في ملحوظه مهمه جدا ان انت ما تنفعش ان انت تروح على ار 1 وتقول ايه نتورك بي جي بي وتخش وتقول نتورك كذا وراوتر سي تقول نتورك كذا ويبقى كده بي بي جي بي ريليشن شيب حصل ما بينهم لا 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 لا, لا, لا. فاكرين يا جماعه لما كنا مثلا بنعمل اي اي جي ار بي لو احنا عايزين نعمل مثلا اي اي جي ار بي ما بين راوترز الراوتر ده مثلا متصل على كلاود الكلاود دي متصل على راوتر فدي تعتبر ان بي نون بروكاست مالتي اكسس نتورك فبالتالي نون بروكاست مالتي اكسس نتورك ما ينفعش اعمل اي اي جي ار بي ما بينهم اوكي ما ينفعش الاي جي ار بي مالتي كاست تروح من الراوتر ده والراوتر ده كنت تعمل ايه اروح على الراوتر ده واقول له خلي بالك النيبر بتاعك العنوان بتاعه كذا واروح للراوتر ده واقول له خلي بالك النيبر بتاعك العنوان بتاعه كذا بالتالي يتعمل اي جي ار بي ما بينهم او الاو اس بي اف نفس الكلام تمام انت هنا بتحدد النيبر شيب مانوالي في هذه الحاله البي جي بي انا بحدد النيبر بتاعي مانوالي بحدد النيبر بتاعي مانوالي بروح الار 1 بقول له النيبر بتاعك ار 3 اللي الاي بي بتاعه كذا وموجود في الاوتونوم سيستم كذا وراوتر 3 يروح للار 1 ويقول له راوتر 1
انا اروح راوتر 3، اروح على راوتر 3 واقول راوتر 3 نيبر بتاعك العنوان او الاي بي بتاع ار 1 اللي موجود بالاوتونومس سيستم كذا. طيب ده كلام جميل جدا، وخلي بالكم بالتو بيبعتوا بقى الايه المسجز عشان يبداوا يعملوا بي جي بي ريليشن شيبس ويعملوا الابديتس بتاعتهم عن طريق البورت 179. اوكي ده بيعملوه عن طريق بورت 179. اتمنى تكون الملحوظه دي اتفهمت. updates for PGP sent in your two unicast addresses دي قلناها، لان بيروح من مفيش حاجه اسمها مالتي كاست والكلام ده كله، بيبقى بتحدد النيبر بتاعك مانوالي، فانت الباكت بتاعتك في البي جي بي بتروح على destination IP unicast. internal PGP runs between routers in the same autonomous system and has an and has an update every 5 seconds. في internal PGP وفي external PGP. الابديت في البي جي بي في الانترنال بي جي بي ده بيتبعت كل 5 ثواني، والاكسترنال بيتبعت كل 30 ثانية. هنا في واحد ممكن يسألني يقول لي يا باشمهندس ايه الفرق بين الاي جي بي الاي بي جي بي اللي هي الانترنال الاي بي جي بي اوكي والاي بي جي بي الاي بي جي بي؟ طبعا بالمناسبه الاي بي جي بي ده الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 200، وده الاي بي جي بي الادمنستريتيف ديستانس بتاعته 20. الاي بي جي بي بيتعمل ما بين الاوتونومس سيستمز، الاي بي جي بي بيتعمل ما بين الراوترز اللي جوه نفس الاوتونومس سيستم، يعني ده راوتر اوكي وده راوتر موجودين في نفس الاوتونومس سيستم اللي هي مثلا 100 اوكي. فانا لو ممكن اعمل اي بي جي بي يعني بديلا مثلا عن اني اعمل مثلا او اس بي اف او اي جي بي ما بين الراوتر ده والراوتر ده. طبعا الاي بي جي بي ليه قواعد كتير جدا، ليه حالات وكيسز كتير جدا اوكي. طبعا ده هتدرسوه في التشيك سيرفيس بروفايدر واللي هيطلع منكم ليه ال سي سي اي. لكن لو انا ربطت الراوتر مثلا ده مع الراوتر ده مع راوتر موجود في اوتونوم سيستم 200، فانا بالتالي كريت اي بي جي بي. الابديت اللي بيتبعت ما بين الراوتر ده والراوتر ده لان هما انسايد ذا سيم ES او autonomous system، ده بيكون الهلو بتاعته او الابديت بتاعته، ده الابديت بتاعته كل 5 seconds. اما ما بين autonomous systems او ما بين 2 routers على 2 autonomous systems مختلفة بتتبعت كل 30 seconds. PGP doesn't have a metric as a concept like IGPs ال OSPF وال Ripple EIGRP. instead it has key attributes to choose the best path across autonomous systems. بفرض ان انا عندي autonomous system، تمام autonomous system بتاعتي رقمها مثلا 1 وانا عايز اروح وعندي كذا بقى ايه autonomous system مثلا A2 A3 A4، وعايز اروح لنتورك في autonomous system بتاعت A5 اوكي. فانا عامل connection كده اوكي. خلي بالكم بصوا بقى هنا هنا الفكره ما بين الايه الاي بي جي بي الاي جي بي الانتيريور جيت واي بروتوكولز الاو اس بي اف والاي جي بي والريب. خلي بالكم ان انا عندي الراوتر هنا بيفضل يعني بيقول انا همشي عن طريق هروح عن طريق اني اوتونومس سيستم، ما بيقولش يعني الراوتر اللي هنا اللي واصل هنا وهنا وهنا ما بيقولش انا هروح عن طريق اني راوتر، لا ده بيقول انا هروح عن طريق اني اوتونومس سيستم، عكس الاو اس بي اف والاي جي بي يقول انا هروح عن طريق اني راوتر، تمام. فهنا انه يروح لاوتونومس سيستم 5 ما بيفاضلش ما بين التراكس اوكي، تراك ده والتراك ده والتراك ده عن طريق المتريك. ما فيش حاجه اسمها متريك في البي جي بي اسمها الكي attributes، ودي هنتكلم عليها في السلايد اللي بعد كده، هنوضح الكي attributes باستفاضه اكتر في البي جي بي. فما فيش حاجه اسمها متريك بقى او كوست بقى وريلابيلتي والقصه دي كلها، ما فيش ده في الكلام ده في الاي بي جي بي. ايه تاني عندنا؟ بي جي بي can have redundant links from an autonomous system to autonomous system but it doesn't support multiple sessions for one neighbor to another. ما ينفع دي الفكره اللي احنا اتكلمنا عنها، ما ينفعش ان انت تكون مثلا عامل two PGP relationships ما بين two neighbors اوكي. ده ما ينفعش بقى، شفناها ازاي نعملها بلوب باك with the OSPF network commands on PGP work differently as it must hard coded as it mentioned in routing table. الراوتينج تيبل مثلا انا عشان اخلي راوتر 1 يعلن عن نتوركس داخليه جواه
اوكي، فانا بكتب بقى ايه نتورك كذا نتورك كذا نتورك كذا نتورك كذا بالسلاشز بتاعتها. ما ينفعش مثلا ايه انا عندي مثلا شويه نتوركس وعايز اعمل ما بينهم عايز اعمل مثلا سالري عليهم والكلام ده كله، لا. اما تيجي تكتب نتورك عشان تخلي راوتر 1 يقول لراوتر 2 انا عندي نتوركس كذا، اوكي، تقول لراوتر 2 او تبعت يعني النتورك اللي انت تعلن عنها تكتب نتورك نتورك، ما تختصرش ما بينهم، ما تختصرش ما بينهم. كان بالاوس بي اف تكتب مثلا نتورك 10 0 0 0 وتدوس انتر يدخل لك كل النتوركس اللي اولها 10 على سلاش 8، اوكي. فطبعا ده مش موجود في البي جي بي. طيب بي جي بي امبورتنت نوتس، شويه ملاحظات بقى على البي جي بي. البي جي بي باكيتس، لو انا موصل راوترين وعملت بي جي بي ما بينهم، عايز اعمل البي جي بي ريليشن شيب، بتبدا ازاي بقى؟ راوتر 1 راوتر 2، راوتر 1 بيبعت لراوتر 2 الاوبن الاوبن باكيت، اوبن باكيت اوبن، يعني راوتر 1 يبعت ار 2 الاوبن باكيت، يعني انيشاليزيشن، بيعمل زي كده ايه، بيقص النبض بتاع ار 2، R2 يقوم باعت له ايه open برضو، يعني router 1 تمام، يقوم باعت تعالوا مثلا ايه نخلي الموضوع ده كده، اوكي، ونمسح هذه الوزين، نصغر ال eraser، اها، نشوف بقى ايه اللي بيتم ازاي. router 1 يبعت ل R2 open، اوكي، سورس اي بي، الاي بي بتاع الراوتر 1، ديستنيشن اي بي، مش مالتي كاست بقى زي الاي الاي جي بي، لا، اليوني كاست الادرس الاي بي بتاع ار 2، وبعدين ار 2 يبعت له اوبن، تمام. طب ده كلام جميل جدا. وبعدين راوتر 1 عايز يقول لار 2 النتوركس بتاعته، فبيبعت ابديت ابديت لار 2، تمام، برضو ار 2 يرد عليه بايه، يرد عليه بابديت، اوكي. طيب هما كده بدأوا خلاص عملوا البي جي بي ريليشنشيب از اب، ولكن از اب يعني خلاص عملوا بي جي بي ريليشنشيب مع بعض، از استابليشد، اسسوا العلاقه البي جي بي ما بينهم، بقوا نيبرز خلاص. دلوقتي بقى ار 1 عايز يعرف يعمل سينكرونايزيشن مع ار 2، افرض ار 2 ده بقى داون، الراوتر 1 هيعرف منين؟ وار 2 افرض ار 1 بقى داون، الراوتر 2 هيعرف منين؟ عن طريق الكيب الايف باكيتس، كيب الايف، الكيب الكيب الايف باكيتس، تمام. الكيب الايف باكيتس، الباكيت بيبعتها ار 1 كل فتره زمنيه لار 2، ار 2 بيبعت كل فتره زمنيه لار 1 الكيب الايف باكيتس، بالتالي يقدروا يعملوا سينكرونايزيشن ما بينهم وبين بعض، بالتالي لو ار 2 بقى داون الراوتر 1 هيعرف العكس صحيح. وكذلك في النوتيفيكيشن باكيت، في النوتيفيكيشن النوتيفيكيشن باكيت النوتيفيكيشن باكيت، ان مثلا في حاله طبعا النوتيفيكيشن باكيت دي من الباكيتس اللي انت لا يستحسن انك تشوفها، لان دي معناها ان ار 2 بيقول لار 1 مثلا، لو بعت له نوتيفيكيشن يقول لار 1 مثلا ايه، انا هترمينيت هترمينيت او هقفل السيشن، او العكس مع ار 1 لار 2. طبعا هنا بتدرك ان في مشكله حصلت في الـ 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 في مشكله حصلت ما بين ار 2 ار 1 في الكونفيجريشن او البي جي بي اتريبيوتس او البي جي بي كونفيجريشن ما بينهم. فبالتالي دي انول دي الباكتس بتاعت الـ AL الـ PGP. اوكي، نشوف بقى الـ A حالات الـ حالات الـ الراوتر في الـ PGP، الـ Idle بقى والـ Active الـ Open Center الـ Open Confirm الـ Established. Idle once ان انت عملت PGP على الراوتر، اوكي، بتكتب كده PGP مثلا 200 الاوتونوم سيستم بتاعته، هو بقى في الايدل. وانس ان انت عملت مثلا نيبر، حددت الراوتر بتاعته امر النيبر، النيبر بتاعك يا راوتر الاي بي كذا وفي الاوتونوم سيستم كذا كده، الراوتر بقى في حاله الاكتف. ليه في حاله الاكتف؟ لانه بدا يبعت الاوبن، انه يعني بدا يبعت الاوبن او خلاص هيبدا يبعت الاوبن. اول ما بعت الاوبن هو انتقل في حاله الاوبن سنت، وصلت له الاوبن من النيبر بتاعته كده، هو في حاله الاوبن كونفيرم، وخلاص بقى عمل ريليشن شيب ما بينه وبين النيبور، بقت استابليشد خلاص، هم في حاله الاستابليشد. البي جي بي البي جي بي في طبعا الارقام الاوتونوم سيستمز، احنا قلنا الاوتونوم سيستم بتاعت البي جي بي بتتراوح في ما بين الواحد الى 465535. طبعا في بابليك اي اس وفي برايفت اي بي اس، في برايفت اي اس يعني في رقم ممكن تاخده انت ما تيجي تعمل بي جي بي كونكشن،
ما عايز تعمل البي جي بي كونكشن مثلا انت ده الاي اس بي، وانت عايز تعمل بي تعمل نفسك تعمل بي جي بي كونكشن، وعايز تدي لنفسك رقم، فانت بتروح طبعا البابليك اي اس ده لو انت عايز تاخد بقى اي اوتونوموس سيستم بابليك اوتونوموس سيستم يونيك اي اس نمبر، بتروح تاخد طبعا تاخد من الجفرمنت من الحكومه، او طبعا الاي ان الاي اي ان اي دي برضو مسؤوله عن توزيع الرينجات بتاعه الاي اس، وبتدي بقى لكل دوله رينج من الاي اس بتاعتها، وتروح بقى ايه للقطاع الاتصالات او الجهه المسؤوله عن توزيع ارقام الاي اس بتاعه البي جي بي، وتطلب منها طبعا او ممكن تروح من تطلب من الاي اس بي، تخلي الاي اس بي يديك حاجه اسمها البرايفت اي اس. برايفت اي اس مثلا طبعا الرينج بتاعه بيتراوح من 64512 ل 65535، فانت مثلا خدت 64500 مثلا و13، جيت عملت ريليشن شيب مثلا مع اي اس بي 2، اوكي مثلا انت في مصر، فانت عملت مع لينك، اوكي عملت مع لينك طبعا مش دي لينك، لينك دي اس ال، وعملت مع تي اي داتا، اوكي فانت عملت اوريدي مع دي مع لينك، ولينك اديتك الايه الرقم ده، فانت بتعمل برضه ما تيجي تعمل ريليشن شيب مع تي اي داتا، تي اي داتا بيقول ايه ده انت جاي لي من برايفت اي اس، جاي لي ببرايفت اي اس، وانت اكيد واخد البي جي بي دي انت واخدها من الدي من اللينك، يعني ما خلي بالكم انا اعمل كونتراكت بي جي بي، ما اروح بقى الاي اس بي تي داتا واتفق معاهم بقى العقد، خلاص انا هعمل بي جي بي كونكشنز واخد، وانا وتقول لهم بقى خلي بالكم ده انا عامل اساسا بي جي بي كونكشن باوتونوم سيستم كذا، واخده من شركه لينك، طبعا تي داتا بتكلم لينك وتتاكد ما بينها انتوا فعلا مديين للكاستمر الفلاني ده الرقم ده، اوكي تمام كونفيرمد كده، تي داتا يؤكد عليك تمام. وبالتالي هنا ملحوظة مهمة جدا، مهمة جدا، ان الرقم بتاع البابليك ده لا يتكرر، الرقم بتاع البابليك اوتونوما سيستم ده ايه ده لا يتكرر، ولكن البرايفت هنا، البرايفت هنا القصة بتاعته بتبقى ماشية ازاي، القصة بتاعته بتبقى ماشية ازاي. ملحوظة مهمة جدا جدا، ان انت لو عايز تشتري، وده زي ما انا قلت ان انت عايز تشتري الـ او تعمل يعني ايه كومبيجريشن بي جي بي مع الاي اس بي، هنا بتاخد الرقم من الاي اس بي، ولو جيت من الاي اس بي بتاعك ولو انت رحت للاي اس بي 2، الاي اس بي 2 يتاكد من اي اس بي 1 مثلا انت اللي هو مدي لك الرقم، وهكذا. انا عايز اكد على انك تحفظ هذا الرينج، تحفظ هذا الرينج، لان السؤال ده او الجزئيه دي بيجي عليها سؤال في الامتحان، بيجي عليها سؤال في الامتحان يقول لك ان مثلا البابليك او البرايفت اي اس الرينج بيتراوح مثلا من كذا لكذا، ولا من كذا لكذا، ولا من كذا لكذا، فيستحسن انت تحفظ هذا الرينج. وبرضو طبعا قبل ما انسى، البابليك او البابليك اي اس طبعا هو ده زي ما يعني احنا شفنا رينج البرايفت، رينج البابليك من 1 لحد 64511، وخلي بالك انت هذا الرقم بتاعك ده لا يعلن الى الجلوبال، يعني مثلا ده انا عندي مثلا اي اس بي 3 ده مثلا واخد اوتونومي سيستم 550، فالاي اس بي 3 عارف النتوركس الموجوده هنا في الاوتونوم سيستم 64513، ولكن ما بيربطش هذه النتورك بان هي موجوده ب 64513، لا 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 لا، يعني انت النتوركس بتاعتك بيعلن عنها لاي اس بي 3 ثرو مثلا اي اس بي 2 بالاوتونوم سيستم بتاع اي اس بي 2، وثرو اي اس بي 1 بالاوتونوم سيستم بتاع اي اس بي 1، فهذه ملحوظه مهمه جدا، لان الرقم ده زي برايفت اي بيز، ده ما بيطلعش للانترنت، ده يعني برايفت اي بي فيرجن بورت ما بيطلعش الانترنت بلوجد، وكذلك البرايفت اوتونوم سيستم نمبر، اوكي فانت بتظهر الى اي اس بي 3 النتوركس بتاعتك بتظهر عن طريق اي اس بي 1 بالاوتونومي سيستم بتاعته، اي اس بي 2 بالاوتونومي سيستم بتاعته. نمسح بقى الايه الكلام ده، اتمنى تكون الملحوظه دي اتفهمت. في جزئيه مهمه جدا وهي جزئيه البي جي بي كي اتريبيوتس، البي جي بي كي اتريبيوتس دي او ده المسمى لآليات عمل البي جي بي في اختيار افضل مسار. كنا بناخد في الاو اس بي اف ان الراوتر الكالر فيه مشكله ولا ايه؟
تمام. كنا بناخد مش كنا بناخد في الاو اس بي اف ان مثلا راوتر الاو اس بي اف طالع مثلا لراوتر، والراوتر ده طالع ل تو راوترز، وتو راوترز دول مرميين على سويتش مثلا، انا عامل اتش اس ار بي هنا وفي سيرفر راوتر هنا مثلا كونكتد على سويتش، والسويتش ده كونكتد على بي سي. كنا بناخد ان مثلا الراوتر ده مثلا يفاضل فيما بين انه يطلع الطريق ده او على الطريق ده او مثلا على الباث دي. ففي الاو اس بي اف مثلا وكذلك ينطبق الامر في الاي جي بي والريب، كانوا بيقارنوا او بيحددوا افضل مسار تبع للمتريك، والمتريك بتاع الاو اس بي اف الكوست بتاع الاي جي بي هو حصل ضرب 256 في الباندوتس او في 10 اس 7 الباندوتس ان كيلو بت بير سكند بلس الاول links delay in tens of microseconds الريب بالهوب كاونت. فده كانت الطريقه في اختيار افضل مسار في الاي جي بي راوتينج بروتوكولز. اما البي جي بي ما عندوش كونسبت المترك كما في الاي جي بي كما في بروتوكولز الانتيريو جيت واي راوتينج بروتوكولز. هو راه عنده الكي اتريبيوتس دي الميكانيزمز او الاليات اللي بيشتغل عليها البي جي بي في اختيار افضل مسار. طبعا هو بيمشي ببرايورتي معينه، يعني في كي اتريبيوت او الكي اتريبيوت دي مثلا الويت، بعدها مثلا الاوريجن او الاس باث، وهكذا لترتيب معين. فتعالوا نشوف انواع الكي اتريبيوتس. عندي البروبرايتوري ودي خاصه بالفندرز، خاصه بسيسكو مثلا، سيسكو ليها مثلا الويت، الويت ده يعتبر كي اتريبيوت بروبرايتوري بور سيسكو راوترز. لكن لو انت جيت ركبت راوتر سيسكو، يعني مثلا جيت ركبت راوتر سيسكو مع راوتر سيسكو وعملت بي جي بي، يعملوا كوميونيكيشن مع بعض ويختاروا افضل مسار تبعا للويت. اما لو انت او يعني يبصوا على الايه الويت. اما لو مثلا انت حطيت راوتر جينيبر مع راوتر سيسكو اوكي وربطنا ما بينهم، الويت لن يتم الاخذ بالاعتبار لان هي بروبرايتري خاصه اتس فور سيسكو from Cisco. طيب الويل نون ده بقى الستاندرد. الكي اتريبيوتس الويل نون في منها نوعين، الماندتوري والديسكريشنري. الماندتوري والديسكريشنري. الماندتوري دي الكيز اللي لازم تكون موجوده في الابديتس، يعني راوتر بيبعت مثلا ابديت للراوتر بي جي بي لازم يكون حاطط معلومات الماندتوري. الماندتوري منها الاوريجن. الاوريجن يعني الراوتر يعني بيعرف او بيحدد ان مثلا لو انا عندي مثال ان هذا الراوتر كونكتد بي مثلا نتورك 10.0.0.0/24، فبعت ابديت راوتر 1 مثلا بعت ابديت لراوتر 2 ان بي جي بي، فبيروح لراوتر 2 يقول له خلي بالك يا راوتر 2 ان هذه النتورك الاوريجن بتاعها ثلاث انواع، حاجه من ثلاثه، اما جايه من اي جي بي بروتوكول او اما جايه من اي جي بي بروتوكول، وهنا لا اقصد الاكستيريور او الاكسترنال جيت واي بروتوكولز، لا اقصد بيها الاي جي بي. ده كان بروتوكول موجود فيما قبل البي جي بي، يعني ده كان بروتوكول العمل فيما قبل الايه البي جي بي، فلا يستعمل حاليا، يعني نواديس مش هتلاقيه، لان ده النسخه اللي قبل البي جي بي. او كويستشن مارك. كويستشن مارك معناه ان الراوتر 1 مثلا يقول لراوتر 2 خلي بالك يا راوتر 2 ان النتورك دي انا ما اعرفش ايه نوعيه الاوريجن بتاعتها، هي جايه يعني من اني راوتنج بروتوكول سيستم. طب هو انت يا باشمهندس في هذه الحاله الراوتر 1 هيبعت ابديت لراوتر 2 ويقول لراوتر 2 انا ما اعرفش النتورك دي جايه منين. قد يكون راوتر 1 استلم هذه النتورك ثرو ريديستريبيوشن بروسيس، يعني مثلا قد يكون مثلا راوتر 1 متصل براوتر 3 وراوتر 3 متصل بهذه النتورك ان او اس بي اف، تمام كده، او راوتر 3 عارف النتورك دي عن طريق راوتر 4 وراوتر 4 كونكتد هذه النتورك، فراوتر 3 عارفها من راوتر 4 او اس بي اف وعمل ريديستريبيوشن انتو البي جي بي لراوتر 1، فبالتالي راوتر 1 لا يعلم نوعيه هذه النتورك، نوعيه هي طالعه من اني راوتنج بروتوكول انفراستراكشر. النكست هاب
نفرض على سبيل المثال راوتر 2 عايز يروح لهذه النتورك، فبيقول مثلا ان النكست هاب هو الاي بي بتاع راوتر 1، بس طبعا الموضوع ده يعني عليه تدقيق اكبر من ذلك. فتعالوا بقى ايه نفتح الوايت شيت، وحتى كمان نتكلم عن اللوكال بريفرنس والاتوميك اجريجيت اللي في الديسكريشنري. الديسكريشنري بالمناسبه ده الكي اتريبيوتس اللي مش من الضروري ان هي تكون في الابديت باكت اللي بيبعتها راوتر بي جي بي الى راوتر بي جي بي اخر. تعالوا نتكلم عن النكست هاب. بفرض ان انا عندي مثال هنا، مثلا انا عندي هنا كلاود، ده راوتر وده راوتر، الراوتر ده واصل بي اي اس بي 1 مثلا، وهنا واصل بي اي اس بي 2، وراوتر ده واصل بي اي اس بي 3، وواصل هنا بي اي اس بي 4، وده يعتبر مثلا اوتونوم سيستم 1، ده اوتونوم سيستم 2 3 4. هعتبر ان الراوترين دول مثلا مربوطين ببعض بالسويتش، والراوتر ده طالع سيريال الى راوتر تاني، وفي راوتر كمان، والراوتر ده واصل هنا. الاوتونوم سيستم للكلاود دي هعتبر ان رقمها مثلا 5، اوكي. فيعتبر البي جي بي الذي يحدث فيما بين مثلا ده راوتر 1، ده راوتر 2، راوتر 3، راوتر 4، اللي بيحدث ما بين راوتر 1 وراوتر 2 وما بين الاي اس بيز اوتونوم سيستمز، ده بيعتبر اي بي جي بي. انا بعمل اكسترنال بي جي بي، والادمنستريتف ديستانس بتاعه كام؟ 20. طيب الكوميونيكيشن اللي بيحصل ما بين راوتر 1 وراوتر 2 انترنالي، وما بين راوتر 1 وراوتر 3 وراوتر 3 وراوتر 4 وراوتر 4 وراوتر 2، ده ممكن اخليه اي بي جي بي، انتيريور بوردر جيت واي بروتوكول، وده الادمنستريتف ديستانس بتاعه 200. طيب هنا بعض المفاهيم. راوتر اللوكال بريفرنس هي قيمه باساين القيمه دي، باساين قيمه الراوتر 1 وراوتر 2 اللوكال بريفرنس. فاللوكال بريفرنس قيمه بتعطى الى كل راوتر، راوتر 1 مثلا هياخد قيمه 100، راوتر 2 هياخد قيمه 200، فبالتالي مثلا راوتر 3 وراوتر 4 مثلا 300، دي قيمه اللي بعطيها الى كل راوتر باي ديفولت هي 100. بستخدمها في ايه؟ ان انسايد الاوتونوم سيستم، لو راوتر 3 عايز يطلع الى مثلا جوجل، اوكي، مثلا هيطلع هيروح الى ار 1 ولا ار 2، يعني هيطلع هيمشي ناحيه ار 1 ولا هيطلع through R4 ومن R4 الى R2، هيقارن منين؟ هو عنده اللوكال بريفرنس بتاع راوتر 100 واللوكال بريفرنس بتاع راوتر 400، هيختار مين؟ هيختار الاعلى، يعني هيختار اللي هو يمشي من راوتر 4، هيختار اللي هو يمشي من راوتر 4 الا ده اللوكال بريفرنس. كذلك مثلا راوتر 3 هيطلع بقى للجوجل ده خلاص، او هيطلع فيسبوك عن طريق راوتر 4. الاي بي بتاع مثلا راوتر 4 هعتبر ان هو 10.0.0.1 مثلا، اوكي. فهنا يعتبر راوتر 3 يقول ان جوجل تمام كنتورك او ديستنيشن نتورك، النكست هاب بتاعتي ليها، يعني اول راوتر بيوصلني الى جوجل، اول راوتر بعدي عليه في طريقي الى جوجل هو اي بي راوتر 4 اللي هو 10.0.0.1 تمام. فده موضوع، فده قصه الايه اللوكال بريفرنس. النكست هاب بقى بيتعمل ازاي؟ بفرض ان راوتر 1 مثلا، النكست هاب ده ايه قصته؟ النكست هاب ان بفرض ان راوتر 1 مثلا هيطلع لجوجل، فهيطلع عن طريق اي اس بي 1، فالراوتر الموجود عند الاي اس بي 1 او الاوتونوم سيستم 1 الاي بي بتاعه مثلا 1.1.1.1 مثلا، بفرض على سبيل المثال. فهنا راوتر 1 يست ان الديستنيشن نتورك او النكست هاب اي بي لراوتر 1، راوتر 1 بيقول النكست هاب اي بي، يعني اول راوتر او اي بي اول راوتر بيوصلني الى الجوجل، الى الجوجل 4 وحايد. طيب راوتر 3 يقول النكست هاب اللي بتوصلني لجوجل هي ايه؟ هل الاي بي بتاع راوتر 1؟ لا بفرض ان ار 3 بيطلع الى جوجل عن طريق راوتر 1، احنا في المثال كنا قلنا بيطلع عن ار 4، افرض ان هو هيطلع عن طريق ار 1، فار 3 هيقول ان النكست هاب اي بي فور مي از ا راوتر 3 for google.com is 1.1.1.1. طيب بفرض مثلا ان
هنا بقى ايه تركه كده، بفرض ان راوتر بري هيطلع عن طريق ار 4 وار 4 بيطلع عن طريق راوتر 2. طب افرض راوتر 2 بيروح الى جوجل عن طريق 2.2.2.2 اوكي، وطبعا لللوكال بريفرنس هنا تقدر تحدد راوتر 3 ده هيطلع عن طريق مين. راوتر 3 هيطلع عن طريق ار 4، هيطلع عن طريق ايه؟ هيطلع عن طريق ار 4. فبالتالي راوتر 3 هيقول ان النكست هاب بتاعتي هي ايه؟ اربع اتنينات. خلي بالكم ان كل راوتر انسايد اول بي جي بي سيستم بيسجل النكست هاب فور ذا اكسترنال اوتونوم سيستم، يعني الراوتر 3 بيسجل النكست هاب اي بي للراوتر الموجود في الاكسترنال اوتونوم سيستم اللي هو اوتونوم سيستم 1 ده، اذا كان هيروح عن طريق ار 1. اما اذا كان هيروح عن طريق ار 4 وهو فعلا هنا بالمعطيات هيروح عن طريق ار 4 لان اللوكال بريفرنس بتاع ار 4 اعلى من ار 1، فراوتر 3 هيروح هيست النكست هاب اي بي فور جوجل دوت كوم مثلا 4 اتنينات. الاتوميك اجريجيت دي بخاصيه، مثلا افرض راوتر 1 خاصيه بتكون انا مثلا هقول راوتر 1 بيعلن عن 4 نتوركس ان 4 لاينز، يعني بيعلن عن مثلا 10.0.0.10.1.0.10.2.0.3.0 الى R3. طب R3 بيستلم هذا الاعلان من R4 ولكن بسمرايزد اي بي ادرس، يعني 10.0.0.0 مثلا سلاش 22. فهنا راوتر 3 يفضل انه يطلع عن طريق R4 ليه؟ لانه بيبعت له سمرايزد ادرس. راوتر 3 يفضل الراوتر صاحب اعلى اتوميك اجريجيشن. طيب ده بقصه الايه اتوميك اجريجيشن. نروح هنا السلايد اللي بعده. الاوريجين قلنا كان بي اي جي بي بي جي اي جي بي او كويستشن مارك. الاي اس باث از ريكوردد انفرسلي. الاي اس باث از ريكوردنج انفرسلي ازاي؟ برضو ان انا راوتر ده مثلا انا دلوقتي قاعد على جهاز كمبيوتر واصل بهذا الراوتر، طب الراوتر ده واصل ب راوتر اوكي، والراوترين دول محطوطين في اوتونومي سيستم مثلا 10. طب الاوتونومي سيستم ده بيروح الى اوتونومي سيستم راوتر برضو اهو جواه، يعني او كلاود او اوتونومي سيستم 20 اللي جواها تو راوترز تمام، وبيروح الى برضو هنا راوتر في اوتونومي سيستم 30، والراوتر ده بيروح لراوتر، والراوتر ده مثلا بيكونكت على سيرفر تمام. بفرض ان انا عايز اروح من الجهاز ده الى السيرفر، الاي اس باث مش بتسجل، يعني هذا الراوتر مثلا يقول ايه انا اقدر اروح الى السيرفر عن طريق الاي اس باث او الاوتونومي سيستمز اللي بيمشي عليها 30 20 10. لا غلط، انفرسلي الراوتر بيقول ان انا بروح عن طريق 10 20 30 تمام، او لا ما بيحطش الاوتوماتيك سيستم بتاعته، هو بيقول ان انا بروح الى الديستنيشن نتورك او الديستنيشن اي بي اللي انا عايز اروحه عن طريق الاوتوماتيك سيستم 20 و30. ده فكره الاي الاي اس باث، يعني هنا بتشبه فكره الهاب كاونت. الهاب كاونت بتاعت الرب، يعني الرب مثلا افرض انت يعني تخيل انت جيت عملت تريس سيرت على نتورك، فبيجيب لك الايه الهابس اللي انت عملت تعدي عليها. في البي جي بي نفس الكونسبت، الاي اس باث هي بس بدل الهاب، الهاب ده يعبر عن راوتر تمام بالتريس سيرت، اما هنا بيعبر عن اوتونومي سيستم اوكي، فبيقول لك ان انا بعدي على اوتونومي سيستم 20 30. طيب افرض مثلا انا بعدي اهو تمام اها اوكي اها اها وده مثلا 10 وده 20 وده 30 وده 40 تمام، وافرض مثلا انا عايز اروح لنتورك موجود او انا موجود في الجهاز ده مثلا وعايز اروح لايه سيرفر موجود هنا، واقدر اروح ل 10 عن طريق برضو اوتونوم سيستم 40 50 مثلا وهنا 60. كده يصبح الاوتونوم سيستم دي تقدر تروح عن طريق كذا باس، اما 30 و20 و10، او اما ان هي تروح الى 50 و60، اما انها تروح ل 30 و20 و10، او اما تروح الى 50 60 10 اوكي. بفرض مثلا ان هي برضو تقدر تروح عن طريق اوتونوم سيستم 70 اوكي، والاوتونوم سيستم 70 ده رايح على 10 على طول، او اما يروح الى 70 10. من ضمن الكي اتريبيوتس اللي بيعتمد عليها الراوتر في اختيار افضل مسار الى ديستنيشن نتورك هي الاي اس باث. فالاي اس باث عندي هنا مثلا 30 20 10 بعدي على 3 اوتونوم سيستم، اما هنا التراك ده بعدي على 3 اوتونوم سيستمز، اما هنا انا بعدي على 2 اوتونوم سيستمز فقط اوكي.
طبعا اه هنا برضو ده السيرفر ده وصل اعطونا سيستم تانية يعني، هنا برضو اقول مثلا ان هنا 80 فيصبح التراك الاولاني 30 20 10 80. انا بحط الاوتونوم سيستم اللي موجود في الديستنيشن نتورك اخر واحد من ايدك اليمين، اخر رقم من ايدك اليمين، يعني بكتب هنا الاوتونوم سيستم هنا 30 20 10 80. او في اوتونوم سيستم تاني ايوه اللي هو ال 50 ال 60 ال 10 ال 80 في ال 70 ال 10 ال 80. اقصر مسار ليا هو ايه؟ هو ال 70 10 80. فدي من ضمن الكي اتريبيوتس او الميكانيزمز اللي بيختار عليها البي جي بي افضل مسار. هتقول لي يا باشمهندس يعني هو بيختار عن طريق اللوكال بريفرنس ولا بيختار عن طريق الاوريجن ولا عن طريق ايه بالظبط؟ لا ده دي ليها قاعده بقى هنشوفها بعد ما نخلص هذا السلايد، ولكن انا بفهمك كل طريقه من ضمن طرق البي جي بي بيختار بيها افضل مسار ازاي. هنا يشبه البي جي الريب، البي جي بي هنا بيشبه الريب في اختيار افضل مسار، حيث ان الريب بيعتمد على الهاب كاونت، كذلك البي جي بي بيعتمد على الاي اس باث. وهنا يرتكز لديك الملحوظه اللي قلتها ان البي جي بي بينظر الى مجموعه الراوترات او الاوتونوم سيستم كانها راوتر واحد. ما هو الاوتونوم سيستم ده عباره عن مجموعه من الراوترات، يعني كل اوتونوم سيستم من ده عباره عن مجموعه من الراوترات، اوكي؟ فالبي جي بي بينظر الى الاوتونوم سيستم كمجموعه من الراوترات، ينظر اليها كانها راوتر واحد بمواساه هذا المعنى في الاي جي بي راوتينج بروتوكولز. يعني بينظر الى الاوتونوم سيستم كما يرى الاو اس بي اف الراوترز في الاريا. طيب النكست هاب قلناها الاي بي فيرجن بورت ذا نكست راوتر تو ذا ديستنيشن نتورك لوكال بريفرنس فاليو جيفن تو راوترز اون اي بي جي بي اي اس باي ديفولت اتس 100 اتوميك اجريجيت سمرايزيشن ليفل اوف ذا راوتر. نشوف بقى البروسيس بقى الراوتر بيعتمد على ايه في اختيار افضل مسار. اولا الويت، الويت قيمة بتعطى لكل راوتر من 0 الى 65535 ودي بيحددها بقى في المثال ان مثلا انا عندي في المثال اللي خدناه راوتر مثلا هنا وده واصل على ISP الراوتر ده قصاده كذا اوتونوم سيستم يطلع عن طريقه، يختار اني واحد؟ انا باساين على الراوتر ده ان الويت الخاصه بالراوت ده يا راوتر، يعني ده مثلا راوتر 1، فبقول له يا راوتر 1 الويت الخاصه بالراوت ده هخليها مثلا 100 والويت الخاصه بالراوت ده هخليها مثلا 200. الراوتر يختار ده اسمه قيمه الويت، فالراوتر يختار الطريق ذو اعلى قيمه في الويت، فيختار الطريق الى هذا الى ده. اما الراوتر لو لقى ان الاوتونوم سيستمز الويت بتاعتها ثابته الرقم بتاعها متساوي بينتقل الى اختيار الايه اللوكال بريفرنس. طيب في طبعا ايه تالت حاجه، طبعا انت مش عليك كل هذه هذا الكم من المعلومات لان يعني ايه هتبداوا تدرسوها باستفاضه، اما اللي يخش منكم في تراك السيرفيس بروفايدر او اللي يكمل الى تراك السي سي اي، ولكن حتى تراك السي سي اي ما بتاخدش برضو كل الكي اتريبيوتس برايورتيز دي ما بتاخدهاش بصفه كامله بالسي سي اي، لكن بتاخدها بصفه كامله في السيرفيس بروفايدر. فانا برضو ايه احب اوضح هذه الملحوظه. هنا مثلا بريفير براوتر ذا لوكال راوتر اوريجينيتد، دي تالت كي اتريبيوت برايورتي، هو ان الراوتر مثلا لو متصل بنتورك دايركتلي اكيد ويقدر يروح لها اما دايركت، يعني ممكن يكون مثلا متصل بنتورك كده تمام داخليه بس ممكن يوصل للنتورك دي ثرو اوتونوم سيستمز، اوكي ممكن يوصل لها ثرو اوتونوم سيستمز. فهنا الراوتر اكيد هيفضل الدايركتلي كونكتد لان النتورك دي بتعتبر بالنسبه له النكست هاب كاونت اربع اصفار، لان هو يقدر يروح لها على طول دايركت لان دايركت كونكتد عليها. اللوست اوريجن كود، الاوريجن بيفضل ان لو عنده مثلا يعرف نتورك عن طريق كذا اوتونوم سيستم، بس في اوتونوم سيستم بيقول له ان الاوريجن اي جي بي، في اوتونوم سيستم بيقول له ان الاوريجن اي جي بي، وده طبعا دلوقتي ريفيوزد ما بيستخدمش او انكمبليت، يعني انا ما اقدرش، او كاستم مارك، انكمبليت بتساوي كاستم مارك، يعني انا ما اعرفش نوعيه. في اوتونوم سيستم ثالث للراوتر قال له انا ما اعرفش نوعيه هذه هذا النتورك، يعني النتورك دي طالعه من او اس بي اف نتورك ولا من اي جي بي ولا ايه بالظبط. طبعا الراوتر هنا بيفضل الاي جي بي على الاي جي بي وبيفضل الاي جي بي على الانكمبليت. داون 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 بقى يعني تحت كده كل دي حاجات بتختص بباقي الكي اتريبيوتس برايورتيز، ولكنها مش علينا، يعني حته البرايورتيز دي مش على البرايورتيز بتاعت الكي اتريبيوتس دي مش علينا في كاسي سي ان بي راوتينج اند سويتشنج. طبعا اللي يحب يدرسها باستفاضه، لانك خلي بالكم كل برايورتي من دي يعني مثلا المد هنا
اوكي الماده دي عامله زي اللوكال بريفرنس، ولكن الراوتر بيختار الراوت اللي هو مش اعلى لوكال بريفرنس. لوكال بريفرنس هنا بيختار الاعلى لوكال بريفرنس، اما هنا بيختار الاقل قيمه في المد، الاقل قيمه في الايه في المد. وطبعا تقدر انت تقدر تعدل المد دي اما ثرو بقى الايه البريفكس ليست او الراوت مابس والقصه دي كلها. هنا بيبريفير ان هو يروح للديستنيشن نتورك ثرو الاي بي جي بي تو الاي بي جي بي الكلوزست اي جي بي نيبر. مثلا هنا ثرو مثلا هنا ثرو الاوتونوم سيستمز باث، وهنا بيحسب بقى الايه الاوتونوم سيستم باث. يعني هو دلوقتي مثلا عايز يروح للديستنيشن نتورك، فقصاده انه يروح 3 اوفر 3 اوتونوم سيستم باث او اوفر 2 اوتونوم سيستم باث، لا يفضل الطريق اللي بيمشي على اوتونوم سيستم باث اقل. ده القاعده الثامنه وهكذا. دي بقى ايه تكمله القواعد. في حاجه مهمه جدا احب اوضحها تستحق فعلا الخوض بتفاصيل بيها، ان الراوتر بفرض ان انا هنا اوكي الراوتر مثلا انا كونكتد على او اس او اي اس 10 اي اس 20 واي اس 30، فانا عايز اروح مثلا لديستنيشن نتورك في اي اس 30 اروح على سيرفر مثلا، فالاي اس باث هنا هتبقى كام؟ هتبقى 20 و30. دي تعتبر من ضمن اللوب، الاي اس باث بتعتبر من ضمن اساليب منع اللوب، اللوب بريفنشن ميكانيزمز. اوكي ليه بقى؟ لان بمنتهى البساطه ممكن الراوتر يلاقي في الاوتونوم سيستم بتاعته راوت مثلا، يعني ممكن يلاقي تراك وفي هذه التراك الاوتونوم سيستم باث بتاعتها مثلا 20 30 10 50 اوكي 20 30 لا ممكن لا 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 مش كده مش كده ما تبقاش بالصيغه دي. ممكن ممكن يلاقي 20 اوكي 40 10 30 اوكي. هنا الراوتر يبص الاوتونوم سيستم باس، انا بروح ل 20 ومن 20 بروح ل 40 ومن 40 برجع ليا، برجع للاوتونوم سيستم بتاعتي، وبعدين بروح من الاوتونوم سيستم بتاعتي ل 30. يبقى اذا في لوب، الراوتر هنا يدرك ان في لوب، يعني في الحاله اللي انا وصلت الاوتونوم سيستم مثلا 30 بال 10 مباشره، هنا الراوتر يقول الله ده كده في لوب، هيدروب هذا الراوت وهيعتبر ان افضل راوت بالنسبه له هو الراوت اللي هو يروح بيها لل 30 مباشره اللي هي الراوت اللي تحت. فده طبعا يعتبر من ضمن اللوب بريفنشن ميكانيزمز ان ال من اللوب بريفنشن ميكانيزم بي ال بي جي بي. تمام. نبدا بقى ايه نباور اون الراوترز. طبعا مبدئيا كده اللاب معمول فيه الاي اي جي ار بي الريب الاو اس بي اف الاي جي ار بي اوتونوم سيستم 200 الريب فيرجن 2 الاو اس بي اف 0 الاي اي جي ار بي اوتونوم سيستم 100. لكن الفكره بقى ان احنا واقفين بقى عند حته البي جي بي ده، يعني ده الستارت بوينت بتاعتك من ناحيه في اللاب بتاعك. يعني مثلا انا هفتح كليك يمين كونسول على راوتر 1. راوتر 1 بي باور اون يبوت. راوتر 1 ام اهو، نكبر الترمينال شويه. طيب هنبدا نعمل كونف تي، او الاول نعمل شو اي بي راوت على راوتر 1. شو اي بي راوت لسه المفترض الراوتر 1 يقرا الاو اس بي اف نتوركس الموجوده هنا ار 1 على ار 3 ار 2 ار 4 ويقرا البور نتوركس الكونكتد على ار 4.
طبعا انا جيت عملت شو ران، انا مدخل بقى الكونفيجريشن بتاعت ال الراوتر او اس بي اف، راوتر او اس بي اف. بدأ يجي اهو، تمام. شوية براوت تاني اهو، دي النتوركس. اوكي ده كلام جميل جدا. عايز ابدأ اعمل بي جي بي ما بين راوتر 1 وراوتر 5، ما بين راوتر 1 وراوتر 5. اوكي نبدأ نخش، بسم الله الرحمن الرحيم، على راوتر 1 الاول. بس ننزل تيرمينال كده تحت شوية، وبعدين راوتر بي جي بي والاوتونومس سيستم. الاوتونومس سيستم عندي هنا 100 على راوتر 1، وبعدين نيبر. اوكي النيبر ادرس اللي هو الاي بي بتاع راوتر 5 اللي هو 10.0.0.66، و الاوتونومس سيستم بتاعته اللي هي امر اللي هو الريموت اي اس، ريموت اوتونومس سيستم 200. اوكي طيب ده كلام جميل جدا. وبعدين هعمل نتورك راوتر 1، اقول له اعلن في الاتجاه 10.0.0.64. اوكي و الماسك 252 252. اوكي وبعدين هعمل ريديستريبيوت من الاو اس بي اف بي جي بي، ريديستريبيوت من الاو اس بي اف 1 متريك. الديفولت متريك بتاعت الاو اس بي اف مثلا نخليها 100. اوكي ده كلام جميل جدا. اوكي نخليها 100 و انتر. وبعدين نخش على راوتر اس بي اف 1 ونعمل ريديستريبيوت من البي جي بي الاوتونوم سيستم 100، المتريك نخليها مثلا 20، ايه باي ديفولت 20. لو انا سبت المتريك كقيمه فاضيه ممكن اخليها 10 مثلا، و سب نتس ومتريك تايب اخليها اي 1. اوكي اي 1 دلوقتي المتريك هيبقى انكريمنتد، يعني راوتر 2 لو قال ان المتريك بتاع المتريك بتاعت النتوركس بتاعت البي جي بي الراوتر 1 هيعرف انها تكون 20، راوتر 2 هيزود المتريك، راوتر 4 نفس الكلام. ف هندخل هنا ريديستريبيوت، تمام. ارجع كده اكزيت شو اي بي بي جي بي شو اي بي بي جي بي سمري. راوتر هنا بقى في حاله الاكتف، اكتف يعني بيبدا يبعت الاوبن اوبن سنت الباكيت بتاعت الاوبن سنت. هروح الى راوتر 5 كونفتي راوتر بي جي بي 200 ولا كام؟ اعتقد 200. 200 نيبر 10.0.0.65 تقريبا 65 65 اللي هو الاي بي بتاع راوتر 1 65. ريموت الريموت اوتونوم سيستم هيكون 100. نيبر 10.0.0.64. النتورك 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 10.0.0.64 255. لا ماسك بقى امر الماسك. طبعا لو ملاحظين بي جي بي نيبر از اب، عملوا الريليشن شيب بي جي بي. وبعدين هعمل ريديستريبيوت اي جي ار بي 1، لا 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 ايه مش اي جي ار بي 1 بقى ريب من ريب ريديستريبيوت ريب متريك المتريك نخليها مثلا 10. اوكي وبعدين راوتر ريب هنعمل برضو ريديستريبيوت من البي جي بي الاوتونوم سيستم بتاعته 200 بحيث ان المتريك تكون مثلا 1 1. تمام لو انا جيت عملت دو شو اي بي راوت على راوتر 5، عارف النتوركس اهي بتاعت الاو اس بي اف، اهي عارف النتوركس بتاعت الاو اس بي اف، تمام. وطبعا الادمنستريتف ريسنس هنا 20، 20 تمام.
حلو قوي كده. دلوقتي لو انا مثلا جيت على راوتر 17 وجيت عملت الشو اي بي راوت، شو اي بي راوت راوتر 17 شو اي بي راوت. طب لو جيت عملت شو اي بي، شو اي بي انترفيس بريف، او تمام طيب اوكي اوكي. هندي بقى اي بي هات، هو تقريبا كومبليكيشن بتاعته مش موجوده. ندي اي بي هات كومب تي انترفيس بس يتنزل للزيرو، اي بي ادرس 10.0.0.0.10.0.55.10.0.55 وبعدين الراوتر ريب فيرجن 2 نتورك 10.0.0.0 نتورك 172.16.0.0 اوكي. وبعدين لا دوت 17 ده نو كده مفترض 172.17.17 انترفيس لو باك 0 اي بي ادرس 172.17.0.1.10 اوكي. وبعدين لوب باك 1 لوب باك 1 هنا 1 والباك 2 هنا 2 اوكي. لوب باك 3 وهنا يبقى 3 تمام. انت عملت دو شو اي بي راوت اهو عارف اهو عارف النتورك 172.16.0.0 اللي هي ترو الاو اس بي اف. لو جيت عملت دو بينج على 172.16.0.1 اللي هي على راوتر 1 اللي في الاو اس بي اف اهو بي بينج اهو مره ثانيه اهو بي بينج تمام. هربط ما بين راوتر 1 وراوتر 6 فانا هروح على راوتر 1 هرجع تاني لراوتر 1 وهعمل بقى ايه كونف تي راوتر بي جي بي 100 وبعدين في نيبر تاني اللي هو نيبر 10.0.0.70 ريموت اي اس كام 400 ما بين راوتر 1 وراوتر 6 وكذلك ما بين راوتر 1 وراوتر 7 اوكي. راوتر 7 اللي هو 78 الريموت اي اس هيكون 500 وبعدين نتورك 10.0.0.76 ماسك 255 252 وبعدين برضو 10.0.0.68 اوكي تمام. في خطأ في الكونفيجريشن لونج بير ان اوتونوموس سيستم اوكي. دو شو ران سيكشن راوتر بي جي بي 500 لا 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 مش 500 سنت تو نيبر بير تو بايتس دو شو ران سكشن راوتر بي جي بي 100 100 هو تقريبا في خطأ معين بس احنا مش هنتجه لاي حاجة الا لما نروح بس الراوتر 7 كونف تي على راوتر 7 لو جينا عملنا دو شو ران سكشن راوتر بي جي بي 500 راوتر بي جي بي بس كده
لو انتم ملاحظين هنا في راوتر بي جي بي 300، هو راوتر 7 كان معمول عليه راوتر بي جي بي، بس الرقم طبعا هنا خطأ. انا بس همسح الراوتر هنا بي جي بي، لان قلت الراوتر 1 اربط مع راوتر 7، الاي بي بتاع راوتر 7 اوتونوم سيستم 500، فطبعا اوتونوم سيستم مكتوب 300 كده في ميس ماتشنج. فانا هنا من راوتر بي جي بي 300 اهو، بعدين نعمل راوتر بي جي بي 500 نيبر راوتر 7 هيتربط مع تو اوتونومس سيستمز. لو احنا كده رحنا على الشكل عندنا اهو تمام، راوتر 7 نيبر 10.0.0.77 ريموت اي اس، ريموت اي اس 100 اوكي، وبعدين نيبر 10.0.0.82 اللي هو بتاع ارت 8 راوتر 8 300 اوكي، وبعدين نتورك 10.0.0.76 ماسك 10.0.0. اوكي نتورك ماسك 255 0 لا لا هنا 252 اوكي، وبعدين نعمل ريديستريبيوت من الاي اي جي ار بي. اي اي جي ار بي كام بقى؟ اي اي جي ار بي 100، اي اي جي ار بي 100. بعدين المتريك كان خليها مثلا 90 اوكي، وبعدين نخش على راوتر اي اي جي ار بي 100، وبعدين نعمل ريديستريبيوت من البي جي بي متريك، من البي جي بي 500 متريك. ممكن طبعا تعمل كده 1 1 1 1 1 اوكي، بدل بقى ما تحط تكتب ال variables بتاعتك. طبعا انتوا كنتوا عارفين طبعا الاول variable ده عبارة عن ال bandwidth مثلا، تاني variable ده عبارة عن ال delay، تالت variable ده reliability، الرابع value loading او variable loading، واخر variable اللي هو ال MTU. طبعا انا مش هتأثر معايا في حاجة في هذا التوبولوجي، ان انا دخلت المتريك كده اوكي. انا كده لو جيت عملت دو شو اي بي راوت، دو شو اي بي راوت اها، هو عارف النتورك هي بتاعت راوتر 1 تمام. هظبط راوتر 8 كونت دي راوتر بي جي بي 300 بي جي بي اوريدي رانينج. لا 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 انا مش هعمل بقى راوتر بي جي بي 500 بعد الراوتر بي جي بي 300. طبعا ما ينفعش بقى اعمل اكتر من طرم سيستم عندي على الراوتر. نيبر ايه بقى نيبر 10.0.0.73 ريموت اس 400، وبعدين 81 اللي هو راوتر 7 الريموت اس هيكون 500، هيكون 500 اوكي، وبعدين الريموت اس 200 اللي هو على راوتر الراوتر اللي فوق اللي هو 10.0.0.85، وبعدين نتورك 10.0.0.84 ماسك 255 252، وبعدين 72، وبعدين على 80 redistribute من ال EIGRP. EIGRP كام بقى؟ 200 مترك خليها 30 اوكي، وبعدين راوتر EIGRP 1 redistribute بين البي جي بي اللي هو الاوتونوم سيستم بتاعته 300 متريك 11111 اهو تمام، وبعدين نروح الى راوتر 6 اهو كونف تي راوتر
بي جي بي 400 تمام نيبر 10.0.69 ريموت اي اس 100 وبعدين نيبر 10.0.72 ريموت اي اس ريموت اي اس 300 اها وبعدين نتورك 10.0.68 ماسك 52 عمل ريليشن شيب اهو مع راوتر 1 وهنا 72 تمام. طيب اوكي خلصت كده على راوتر 6 وراوتر 5 عملت الاوتونوماس سيستم بي جي بي ريليشن شيب ما بين راوتر 5 وما بين راوتر 1 فاضل اعمل ما بين راوتر 5 وما بين راوتر 8 فافتح راوتر 5 انا اوريدي كده كده فاتحه اهو بعدين اروح بقى الراوتر 5 كونف تي راوتر بي جي بي 200 بعدين نيبر 10.0.86 ريموت اي اس 300 وبعدين نتورك 10.0.84 ماسك 255 252 اوكي اها شوف بقى هيعمل ريليشن شيب ولا لا. عمل ريليشن شيب مع البي جي بي. نروح مثلا هنا على راوتر 5 ونعمل شو نرجع تاني كده ونكبر التيرمينال شويه شو او دو شو اي بي راوت او البي جي بي ال 172.16 ده الواصل على الاوتونوماس سيستم 100 اللي هو بتاع راوتر 1 و 18 ده اللي واصل على اللي هو راوتر 14 في الاوتونوماس سيستم 500 ده راوتر 5 اللي هو يعرف عن نتوركس دي فاضل ان احنا نتاكد ان هو عارف 172.19 اهي 19 موجوده فوق اهي. يبقى انا دلوقتي كده ربطت التوبولوجي بتاعتي كلها من الاي جي بي راوتينج بروتوكولز الى البي جي بي. شويه اوامر في الشو بقى مثلا لو انا رحت كده الار 5 عملت شو اي بي بي جي بي بي جي بي انا مثلا عملت النتورك 172.19.0.0 اوكي اها اهو بيقول لي البي جي بي راوتنج تيبل انتري فور 172.19.0.0/24 اوكي تمام اللي هي النتورك اللي هي دي اللي هي المعلومات عن الانفورميشن عن 172.19.0/24 تمام الباثس تو افيلبل. طبعا هو يقدر يروح الباثس عن طريق مسارين اما انه يروح الى راوتر 8 اللي هو الاوتونوماس سيستم 300 على طول او اما يروح مثلا لراوتر 1 من راوتر 1 يطلع لراوتر 6 او من راوتر 6 او من راوتر 1 يطلع الى راوتر 7 اوكي اهو عن طريق اوتونوماس سيستم 300 فعلا اللي هو ان هو يروح الى راوتر 8 اللي هو 10.086 تمام و خلي بالكم هنا جايب الاوريجن ايه الاوريجن انكمبليت اللي هي الكويستشن مارك الاوريجن هنا لان دي ريديستريبيوتد نتورك تمام وبرده انت او يقدر يروح بصوا بقى ده الاي اس باث خلي بالكم الاي ممكن يروح عن طريق الاي اس باث 100 وبعدين يروح الى ال 500 اهو ال 500 تمام وبعدين يروح الى 300 يعني ممكن يروح من راوتر 5 الى راوتر 5 يروح الى اوتونوماس سيستم 100 وبعدين يروح لل 500 وبعدين يروح لل 300 تمام. طيب ده كلام جميل جدا. طيب بفرض مثلا ان انا رحت على راوتر 7 وجيت عملت للانترفيس فاست زيرو لزيرو رايح على الراوتر 7 على الراوتر 1 انترفيس زيرو لزيرو شت داون اها لو جيت عملت شت داون
اوكي طبعا انا كده يعتبر اللينك هنا مقطوع، فالمفترض الاي اس باث من راوتر 5 الى راوتر الى نتورك 172.19.0.0/24 عن طريق راوتر 1 يروح الى اوتونوم سيستم 400، بدل ما الاقي بقى اوتونوم سيستم 100 ثم 500 ثم 300 الاقي 100 400 300، لان راوتر 1 مش هيقدر يطلع لراوتر 7، هيروح الى راوتر 6 على طول. تمام، طب لو رحت الراوتر 5 مفترض ده ال 500 دي تتغير لايه؟ ل 400. طبعا بي جي بي بقى راوتنج يعني بطيء جدا جدا جدا، يقعد بقى يستنى شويه اهو رجع. بس خلي بالكوا ده حدث الاوتونومي سيستم باث الثانيه، يعني هو فضل محافظ على 300 لكن ما جابش التعديل بتاع الثانيه، يبقى كده اعتقد راوتر 1 مش هيقدر يروح للاوتونومي سيستم 300 عن طريق راوتر 6. فتعالوا نروح لراوتر 6، لو جيت دوشو اي بي راوت مره ثانيه كده، الراوتر 6 مش عارف يروح للنتورك ال 19. لا لا راوتر 6 عارف يروح اهي، لا لا موجوده اهي موجودة. تمام راوتر 5 مرة تانية. طيب طالما ار 5 مش مسجل الا الاوتونوم سيستم باث عن طريق 300 بس، مش انه يروح عن طريق راوتر 1 وراوتر 1 يروح لراوتر 6، يعني من اوتونوم سيستم 100 ل 400، يبقى في مشكله في الاتصال من راوتر 1 الى او من اوتونوم سيستم 100 الى 300 ثرو 400. فتعالوا نشوف نعمل شويه فيريفيكيشن. لو انا رحت على راوتر 1 مثلا، جيت عملت انترفيس بس ايثرنت 1/1 اللي هي رايحه من راوتر 1 على راوتر 5 او من اوتونوم سيستم 100 الى 200 وعملت الشوت داون اوكي، ولو جيت عملت دوشو اي بي راوت هو عارف 10.0.0.72 البي جي بي نيبر بتاعه، لكن النتوركس اللي ورا مش عارفها. يعني المفترض يعرف النتوركس اللي في الاوتونوم سيستم 300 وكذلك 500. هتقول لي يا باشمهندس ما انت قفلت فاست ايثرنت 2/0، لا ما هو المفترض يعرف عن النتوركس دي برضو ترو ان ار 7 يطلع الى او اي اس تروح ل 500 تروح ل 300 تروح ل 400 تروح لراوتر 1. فكده في مشكله ما بين راوتر 6 والاوتونومي سيستم 300 وكذلك يعني راوتر 6 والاوتونومي سيستم 300. طيب فانا هروح لراوتر 6 اهو، فين راوتر 6 اها، واعمل دو شو ران بايب سيكشن راوتر بي جي بي ونعمل فيريفيكيشن للكومنتس. ده بقى ايه بي جي بي تي شوت، اها بيقول لك نيبر. اول حاجه نبص عليها سطر النيبرز، بيقول لك ان اعمل نيبر شيب نيبر ريليشن شيب مع 10.0.69 اللي هو التون سيستم بتاعه 100 و 10.0.72. هنا غلط، هنا في خطأ، هنا في خطأ السطر ده، لان الاي بي بتاع راوتر اللي عن طريقه راوتر 6 يعمل ريليشن شيب مع راوتر 8، الاي بي بتاع راوتر 8 74 مش 72. فالامر ده هنعمل نو نيبر او نو وناخد الاي بي السطر ده كده اها، كليك يمين وندوس انتر، وبعدين هنا هندخل هنا 74 ده الاي بي بتاع راوتر 8 74 ونشيل النو اها كده راوتر 6 عمل بي جي بي ريليشن شيب مع راوتر 8 اها عمل فعلا. تمام روح الى راوتر 1 واعمل شو اي بي راوت دو شو اي بي راوت اها النتوركس اهي و19 اهي. لو رحت الى ار 5 رحت بقى الار 1 وجيت عملت انترفيس بس 0/1/1 نو شوت داون اللي هو رايح من راوتر 1 الى راوتر 5، ورحت على راوتر 5 وعملت شو تاني اها 300 لسه مفترض ده يسجل. لو رحت شو اي بي راوت 19 دي روحها عن طريق راوتر 1
عن طريق راوتر 1 ولا عن طريق ها 86 لسه تمام تمام اهو عمل ريليشن شيب تمام شو اي بي راوت اوكي وجيت عملت شو بي جي بي اهو يروح عن طريق 100 400 300 هي 400 تمام اهي لان انا قفلت الكونكشن ما بين ار 1 وار 7 لو رحت الار 7 رجعت الار 7 تاني وجيت عملت نوش داون للانترفيس بس تنزيس للزيرو بحيث ارجع الريليشن شيب ما بين اوتونوم سيستم 500 واوتونوم سيستم 100 اها لو ملاحظين اللوكال بريفرنس هنا 100 اللوكال بريفرنس هنا 100 طبعا انا ممكن خلي بالك هنا بيقول لك ايه في تو افيلبل البيست باث هاشتاج 2 البيست باث اختار البيست باث اللي هي بتاع اللي هو يروح عن طريق 100 400 300 اول حاجه عملنا شو اي بي راوت لا 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 بما ان لا لا, لا كده شو تاني لا طالما يعني هو طالما هو بيقول لك انا بيست اشتاج 2 يبقى هو كده بيروح عن طريق 300 اهو عن طريق ال 300 تمام ده الاكسترنال ده البيست ده البيست بتاعه اوكي طبعا لان هو بيروح له على طول يعني يروح عن طريق ده كده افضل من يروح من راوتر 5 الى راوتر 6 الى راوتر 8 وهكذا تمام نعمل شو اي بي جي بي مره ثانيه اوكي المفترض الريليشن شيب ما بين راوتر 17 لا راوتر 7 وراوتر 1 اها رجع الثاني اوكي اوكي هو تقريبا كده مش هيسجله هو اكتفى بتسجيل دول اكتفى بتسجيل دول ممكن تاخد فتره بس تمام طب لو جيت قفلت او رحت الانترفيس بس ايثرنت 1/0 اللي رايحه من ار 1 لار 6 عملت الشت داون لو جيت انا عملت كلير اي بي بي جي بي بير كلير اي بي بي جي بي استريك وبعدين كلير اي بي راوت عملت ريستارت ماشي اوكي شو اي بي راوت بعمل تاني بعمل بس ايه ريستارت للبي جي بي انا عايز بقى اشوف المسار تاني من ار 5 الى ار 1 الى ار 7 من اوتونوم سيستم 100 الى 500 الى 300 طبعا بي جي بي ده بروتوكول بطيء جدا في عملية الاكسكيوشن تمام رجع تاني من 100 الى 500 الى 300 هنا البيست هاشتاج 1 يعني بيعتمد على الادفرتايز او بيعتمد على الراوت اللي هو ال 300 ده طبعا هتلاقي الاكسترنال وهنا باث باث فاليد راوتر الراوتنج الراوتنج باث شغال تمام يعتبر كده احنا خلصنا لاب 21 وبالتالي احنا خلصنا مواضيع المحاضرة رقم 6 اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم اشوفكم على خير ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته